صباحكم فرحة وبهجة وسرور، مزينوا نهار اليوم وحبابنا وناسنا دايرين بينا، الله يجعل لمتنا دايمة وورد وياسمين، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والهنا. مشاهدينا مرحبا بكم في هذه القعدة الزينة الصباحية اللي نطلعوا عليكم فيها طيلة هذه الصبيحة في فرحة عيد، واللي راح يكون فيها العديد من الضيوف وإن شاء الله مواضيع تنال إعجابكم. نرحب بكم مشاهدينا مرة أخرى وبالضيوف الكرام اللي راهم مشرفينا اليوم. بداية نرحب بالشيخ عبد الوهاب الأخضري، مرحبا بك وصح عيدك. أهلا وسهلا وكل عام وانتم بخير إن شاء الله، وكل طاقم القناة ومشاهدي القناة وبأستاذنا القدير السي عبد القادر شاعو. الله يسلمك، أنا الشرف أن نتلاقينا اليوم في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله. شكرا تبارك وتعالى وصحة. وكذلك على يميني الفنان القدير عبد القادر شاعو، مرحبا بك صح عيدك. صح عيدكم وصح عيد الأمة إسلامية كامل والجزائريين كامل وين راهم قاع في العالم، الله يبارك. نقول لكم صحة عيدكم، واليوم نهار الكبش الله يبارك. أنا جايين دوك نتكلم على الكبش تعيش. شكرا مشاهدينا، عيد الأضحى من أعظم شعائر الإسلام، وهو ثاني أيام أو ثاني أعياد المسلمين بعد عيد الفطر، هو تذكير للمسلمين بتضحية سيدنا إبراهيم عليه السلام بابنه إسماعيل استجابة لأمر من الله، إلا أن الله عز وجل افتدى إسماعيل عليه السلام وبكبش عظيم. نتابع هذا التقرير حول المعاني الروحانية لعيد الأضحى ونعود. تحيي الأمة الإسلامية عيد الأضحى المبارك في العاشر من ذي الحجة لكل سنة، إحياء لسنة النبي إبراهيم عليه السلام، ومصداقا لقوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وتكمن الحكمة من إحياء عيد الأضحى المبارك في تعلم الصبر والامتثال أوامر الله تعالى، فالمسلم حين يضحي يتذكر تضحية وثبات النبي إبراهيم عليه السلام لما أمره الله بذبح ابنه وتقديمه لطاعة الله على كل شيء. ومن السنة ذبح الأضحية بعد صلاة العيد تطبيقا لقول الله عز وجل في محكم تنزيله: فصلي لربك وانحر، حيث يقوم المسلمون بذبح المواشي باختلاف أنواعها، ويشترط أن تكون من بهيمة الأنعام كالجمال والبقر والأغنام، وتعتبر الأضاحي سنة مؤكدة اقتداء بما كان يفعل الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ويستطيع المسلم ذبح أضحيته من أول أيام العيد إلى اليوم الرابع منه، وشرع الله سبحانه وتعالى الأضحية ليزيد التراحم بين المسلمين، فيعين الإنسان المقتدر أخاه الجائع والفقير والمسكين، فتعم مشاعر الأخوة ويختفي العوز والحاجة، كما يدخل المضحي بذلك مشاعر البهجة والفرح والسرور على نفوس أفراد عائلته، وكذا في نفوس الفقراء الذين يتصدق عليهم. كما يحرص المسلمون على التزاور والتراحم في العيد حفاظا على صلة الرحم والمودة بينهم. القراءة كانت للأستاذ الكريم عبد الرزاق جبالي. سيدي أو شيخنا، نعود نولي عندك، يعني عيد الأضحى الكثير ليلخصوا في صلاة العيد في الأطباق التقليدية وحتى في يعني اللحوم، ما هو المعنى الحقيقي لعيد الأضحى؟ والله بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، العيد يعني طبعا عنده ما عندوش معنى واحد. نعم، علاش ما عندوش معنى واحد؟ لأنه أول العيد هذا ما بداش مع الإسلام. نعم، بدأ مقبل. وطبعا قبل ما نقوله بدأ مقبل، كل أمة لها عيد،
سواء الأمة كانت وثنية ولا كتابية، معناتها كل الأمم عندهم عيد، إلا أنه أعيادهم تختلف على أعيادنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لكل أمة عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام، معناتها عيدنا يختلف على عيدهم. إحنا عيدنا شعيرة من شعائر الله، وهو عبادة وطاعة نتقرب بها الرب سبحانه، بخلاف عيدهم اللي هو طقوس وربما معاصي. وهم علاش يعيدوا؟ نقولوا غير المسلمين علاش يعيدوا؟ يعيدوا لأنهم يفرحوا بالمعصية، يفرحوا بعبادة الأوثان مثلا، المهم يفرحوا بما يغضب الله. نعم. ما كش حاجة داروها ترضي ربي وفرحوا بها. لكن إحنا المسلمين وخاصة العيدين هذو، العيد عيد الفطر والعيد الأضحى، إنسان كيلاحظ وقتاش جاء عيد صغير؟ جاء بعد المشقة نتاع عبادة الصيام والقيام والصدقات والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بكل معاني الطاعات والقربات. هذه المشقة تاع الطاعة جات موراها فرحة، لذلك الرسول عليه السلام يقول للصائم فرحتان يفرحهما. نعم. كي يفطر عند الإفطار يفرح، وكي يفطر في نهاية رمضان يفرح، والفرحة الكبرى هي يوم أن يلقى الله تبارك وتعالى. نعم. إذن تلاحظي، ملاحظ للمشاهد الكريم، أنه عيد الفطر جاء بعد فرحة العبادة. نعم. عيد الأضحى كذلك جاء بعد فرحة العبادة. وش من العبادة هذه؟ هي أولا ما ننسوش لأنه قبل اليوم كانوا 10 أيام نتاع. نعم. العشر الأوائل من ذي الحجة، واللي يقول فيها الرسول عليه السلام يعني هي أحب الأيام عند الله تبارك وتعالى. كما في رمضان كاين العشر الأواخر نتاع رمضان، في ذو الحجة كاين العشر الأوائل تاع ذو الحجة، العمل فيها أعظم عند الله تبارك وتعالى. لذلك حتى الصحابة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. نعم. وما كاش واحد يأتي بعمل كما هذاك، يعني اللي جاب العمل مثل هذاك الإنسان اللي داره. معناتها عيد الأضحى، عيد الفطر جاء بعد طاعة، وعيد الأضحى جاء بعد طاعة، والطاعة الكبرى هي بعد أداء المناسك. وانا كنا نشوفوا يعني في الروبورتاج ولا في الفيديو هذا، يعني هذه المناسك اللي فيها الشعيرة، شعيرة مناسك الحج، ومن بعد تأتي الذبيحة. الحاج عنده الهدي، ربي سبحانه باش ما يحرمش الإنسان اللي ماهوش حاج أعطاله الأضحية. نعم. اللي يضحي بها. وطبعا العيد هذا أنا قلت كان عند الأمم السابقة، حتى في زمن الفراعنة وزمن موسى عليه السلام، أذكر موسى عليه السلام وهذا مذكور في القرآن الكريم في سورة طه، قال موسى قال موعدكم يوم الزينة. ويوم الزينة هذا هو كان يوم عيد عند في زمن الفراعنة وفي زمن موسى عليه السلام، وحتى في زمن عيسى عليه السلام تقرؤنا في سورة المائدة أنه بنو إسرائيل قالوا لموسى عيسى عليه السلام قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. هنا قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. كي نربط هذه الآية بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي يقول أيام العيد هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. الإنسان كي يكون يأكل يفرح، كي يكون يشرب يفرح، كي يكون يمرح يمرح. معناتها العيد ما هوش طبعا الأكل، ما هوش للأكل وما هوش للشرب وما هوش كذا، ولكن داخل فيه. نعم. طبعا ما هوش للحزن وإنما هو للفرح بالطبع. وطبعا وفرحة العيد يعني الناس كي يغلطوا واحد الغلطات يعني أكبر من رصانهم كما يقولوا. أه. تصور الإنسان أنت ولا أنا ندخل في داري، ندخل في داري وما نخرج حتى الواحد، ما يجيني واحد، ما نروح الواحد، ما نتصل بواحد، ما يتصل بيا واحد، وهذيك الفرحة نخليها ليا وحدي، تحسي بها؟ الجواب لا. معناتها بقدر ما تبارطاجي الفرحة هذيك بقدر ما يتم السرور وتتم الفرحة بالطبع. معناتها الفرحة تكون مشتركة، وهذه الحكمة ما نلقاوها غير في دين الإسلام، ما تلقاهاش في ديانات واحدة أخرى ولا. معناتها بقدر ما نوسعوا هذا الفرح ودائرة الفرح ودائرة السرور تدخل يعني السعادة. وش اللي نقوله؟ هو واحد العالم زمان سقسوه قالوا له من أسعد الناس؟ من هو الإنسان السعيد؟ فقال من أسعد الناس. الناس فكل من أسعد الناس فهو أسعد الناس. معناتها إذا حبيت تسعد نفسك
أسعد الناس اللي حواليك. أسعد غيرك. نعم، شكرا لك سيد الخضاري. سيد شاعر، نولي عندك، كيف تختار الأضحية قبل ما تشريها؟ على كل حال كبيرة صغيرة يعني لازم تكون فيها السنة كحل الرأس. والله غير هو الكبش يعني بيطقع، ما فيش يعني من زمان هكذا يعني يحبوه بيطقع. ولكن نشوفوا شوية على حساب كما كنا نضروا على السومة شوية، هي تبدأ كما قال لك الأخ شوية تبدأ غالية ومن بعد ينقص شوية. وعلاه ما تخلوش يبدأ نورمال؟ علاه؟ درك انت يا اخي العام طويل والعيد مازال وكل يجينا الله يبارك. نعم يا اخي ديروا شويه نورمال، واحد ما عندوش واحد عنده، هذه هذا هو العيد. نعم. الكبير وهذا الله يبارك، والناس قاعد تفرح بهم والناس قاعد ياكلوا، الناس قاعد شويه شويه. ومن بعد علاش تخلوا حتى مع لافان تنقصوا؟ ما فيها والو، كي تخلي مع الاول شويه قال باربعه ولا بثلاثه ونص والحمد لله بشويه بشويه. وانا نظن يعني هذه هي ان شاء الله. واليوم رانا جينا خليتهم انا على كل حال. راهم شكرا لكم على اللي شاركتونا هذه القعده وشاركتوا المشاهدين. شكرا لكم. وتوم سناونا حتى نجيو يا سنا نسلم عليك. نولي نسقسي واش تحب. سيد شيخنا الخضاري يقول لي فيه عائلات يشتركوا باش يشريوا الكبش ولا العجل ولا هل هذا جائز قبل كل شيء؟ وما هي الطريقه الصحيحه؟ صافي دركا دخلتينا في الاحكام. دخلنا في الاحكام. اي بنعرفوا نتشاركوا. صح. هو على كل احنا قلنا الفرحه ما تمش حتى تقسم بين الجميع. نعم طبعا. ومن رحمه الله تبارك وتعالى الفرحه هذه بقدر ما الانسان، قلت بقدر ما الانسان جعلها الفرحه هذه كيما الحنان. ربي سبحانه كي يرزق اب ولا ام، عائله كي يرزقها بولد يعطوا له كل الحنان. كي يزيد يرزقهم بولد واحد اخر راح يزيد لهم حنان اضافي. نعم. اللي يكفي الاول والثاني. نعم. وان شاء الله يكون عندها 14. نعم. ولا 18 كما كانوا ابائنا وامهاتنا بكري. طيب، فبقدر ما الإنسان يوزع بقدر ما ينال. والرسول صلى الله عليه وسلم صدق لما قال أنفقي ابن آدم ينفق عليك. درك يبقى هذه الأضحية، الأضحية اللي هي سنة إبراهيم عليه السلام، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سمح الوقت نتكلم على بعض الحكم من هذه الأضحية اللي وقعت لسيدنا إبراهيم عليه السلام، وفيها عدة دروس اللي نستفادوا منهم إن شاء الله، هي دروس تربوية توجيهية إلى غير ذلك. فيجوز لنا كأحكام شرعية يجوز للإنسان باش يشترك في الأضحية. لكن 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 جوز الاشتراك في الإبل وفي البقر عن 7 أشخاص. البقر والإبل، يعني البقرة أو العجمي أو الفرد يعني. نعم يعني في المنطق لأنهم أكثر ثمن على الكبش. هذا هو. نعم. إذن يعني البقر يجوز الإنسان يشترك فيه في 7 من الناس يقسموا البقرة على 7 عندها. نعم. سن معين يعني. كذلك الإبل على 7. نعم. لكن في الكبش والنعجة والمعزة والتيس يعني الهاتروس كما يقولون للعوام. نعم. هذاك ما يجوش فيه الاشتراك على 2. إذا كان حبوا يشتركوا هاد الناس. إذا كان حبوا يشتركوا هاد الناس يعني يشتركوا، يحق لهم أن يشتركوا، ولكن الأضحية تسمى على واحد. تسمى على واحد. مثلا على الأب أو على الأم أو على الجد أو على الأخ الأكبر أو يشتركوا. نعم. يشتركوا في دفع ثمن، لكن هي تبقى تسمى على واحد. نعم. هذه اذا كان في في الغنم وفي نعم وفي الماعز. اما في البقر ما يذبحوها ينويوها على واحد. ينويوها على واحد. نعم. يشتركوا في الثمن. نعم. ولكن النيه على واحد. ربما الناس يقول لك يعني اليوم وعلاش خليته حتى اليوم؟ راكم تقولون لان اليوم العيد اللي ذبح راه ذبح. احنا نقولهم لا، دوك اللي ذبح راه ذبح، هذه معلومه يستفاد بها العام الجاي. نعم. والعام الاخر. يعني هنا احنا رانا في 9 تاع الصباح بالك بزاف ناس اللي مازال هذو الناس. وزيد على ذلك الحاجه. نعم. اللي ما يعرفوهاش الناس وهو ان الاضحيه تسمى اضحيه لما يذبح يوم النحر وايام التشريق. نعم. لان الناس ربما يقول لك اللي فاتوا يوم العيد خلاص. لا، احنا نقولوا الاضحيه عندها 4 أيام. انا كنت نعرف يومين 3. كما لا تدفع الثمن حق هذا هذه المعلومه اللي استفدت بها ان شاء الله. والكثير يعني من علاش قلت لك احنا ماشي نقول الناس ما تعرفش، وانما المهم يجوز لنا باش نذبحوا يوم العيد طبعا، وهذا الافضل. نعم. لان الانسان بقدر ما يبادر بالخيرات مليح. يجوز لنا نذبحوا يوم العيد، اللي ما قدرش يذبح يوم العيد يذبح يوم ثاني عيد. نعم. ايام التشريق الاول. نعم. يقدر يذبح يوم الثالث عيد. نعم. ويوم رابع عيد حتى صلاه العصر. أيوة. ولو كان الناس تولي عندهم الثقافة هذه أنه ما يذبحوش يوم العيد، يخلوا ثاني عيد وثالث عيد ورابع عيد، تعرفوا علاه؟ رايحين يحطموا تجار الأغنام وتجار المواشي،
لأنه قبل العيد بنهار بيومين وثلاث أيام تهبط يعني يرفعوا الأسعار يطلعوا لهم يخرجوا القرون من الناس. هي في الحقيقة دقيقة الأخرى نشفى لي شري في الليل لو الناس ولكن عندك الحق نهار الأخر نهار الأخر وكان يعني كما يقولوا نهار ثاني عيد وثالث عيد ورابع عيد والناس تشري عادي التما ومن ناحية الجواز عندها نفس يعني نفس الأجر ونفس الفضل نفس الأجر ونفس الفضل. والأستاذ تكلم على قال الكبش الأبيض. نعم. فضل الكبش الأبيض وغيره وغيره. أنا كذلك أنا التجار. أنا مرة كنت نجول في السوق. نجد أخ من الإخوة يبيع في الكبش. يعني هذه يسمحها المواطن مليح. ويسمحها غير المواطن مليح وشوف الناس كيفاش يتلعبوا بالدين. نعم. فبدأ يقول لهم شوفوا الصلاة على النبي. هكذا يدخل الصلاة على النبي في التجارة وهذه يعني من الأشياء المحرمة نعم. يعني كثرة الحلف وكثرة الصلاة على النبي في التجارة هذا شيء منهي عليه أنت ممكن تارك تبيع في الكباش وش دخل الصلاة على النبي في الثمن نعم. يعني يهفوا الناس ويكذبوا على الناس على أي حال القضية وما فيها يقول للناس هو عنده كبش أبيض وفيه الرقبة والصدر نعم. لافون تاعو أسود نعم. وهذه يسموه الكبش اللي عنده الكرافاطة نعم. وهذه الكبش اللي عنده الكرافاطة يعني في الحديث الرسول يعني أنس بن مالك قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين نعم. ذبحهما بيده وسمى وكبر الكبش الأملح الأملح هذا هو اللي فيه البياض وفيه السواد نعم. بأن الرسول عليه السلام ضحى بالكبش اللي فيه السواد في رقبته فأخونا هذا ربي يهديها على كل حال وباش ينتبهوا لها المواطنين والمشاهدين والمستمعين وش يقول يقول له هاي السنة على الرسول عليه السلام فهذه السنة هو وش يقصد بها أنه زيد لها 700 أو 800 ألف زيادة نعم في البخي في الثمن غالي على الأبيض نعم. شوف الناس كيفاش يكربوا أستاذ أنه أنا نبيع لك يعني هذيك السويفات الكحولة هذوك 700 ألف زيادة ومن بعد قال لي شوف أنا هكذا ما ظهرتلوش باللي إمام قال لي شوف يا الأخ ومنا وهذه سنة الرسول عليه السلام ومن بعد جبته هكذا وقلت لي ما تاقيش مولاك الله تبارك وتعالى قلت له لك تهدر مع إمام نعم وصح وفعلا سنة الرسول عليه السلام تسوى 700 ألف نعم صحيح هكذا بهذه العبارة قلت له سنة الرسول عليه السلام تسوى 700 ألف يعني خاف الله تبارك وتعالى فهناك يعني بعض التلاعبات وكاين الناس اللي فيهم حيل يعني حتى الكباش يعني يوكلوهم الماكلة تاع الجاج نعم. ويوكلوهم الماكلة المالحة يعطوا لهم الماكلة المالحة المهم ينفخوهم لما الشات تاكل حتى بنادم شكرا لك نعم ياكل الماكلة المالحة ومن بعد راح يشرب الماء بزاف ومن بعد ينتفخ ينتفخ ويزيد في الميزان ويزيد في يزيد في السومة ومن بعد في الميزان سيد شاعون ولي عندك ما هو الطبق التقليدي اللي تحبوا صباحك اليوم في العيد مرض بها والله العظيم غير على بالك من سبحان الله نهار العيد ما ندناش كاع الماكلة تاع الكبش سي بسيشيكمون ميم اللهم الكبدة سيرتو يبداو بها وانا هذيك اللي ما نقدرش ناكلها غير شاف سبحان الله كي نشوفوا ما تاكلهاش كامل ولا تاع العيد فقط لا لا غير العيد تاع العيد كاين الناس هو يجوز العيد غدوة من بعد الاخر خلاص مي هذاك النهار هذاك كي ينذبح ولا ما ندناش هما كاع ياكلوا والله غير انا شويه فريد شويه كاش ما كان حاجه اخرى مش لان الفنان يكون سونسيبل شويه ما فهمتش انا من زمان هكذا ومن بعد غد من ذاك كيتبدل الشيء صاي تولي شويه هكذا ها شو من بعد هذاك تولي سبحان الله ديه يعني مانيش عارف انا نقول لك صح هكذا سي بشي شيك مومن مانيش عارف بالك غير ذاك الكبش بالك هذا واش فهمت انا بالك غير ذاك هذيك ولا عاد شغلت ولفتها ولفتها هكذا ما نعرفش شغل جيني شغل نعيف ولا ذاك كيشوف ذاك الكبده هكذاك مسيك ولا كيما قلت ما لازمش بالك ونروح للكبش ثاني شوف انا نقول لك حاجه استاذ انت حنا دوك رانا خوانا نتصحوا في بعضنا بالك من العام هذا تولي تاكلها الله يعافيك نقول لك وعلاه بالك منك لو نقول لك حاجه وعلى بالي باللي دروك كي تروح للدار دروك كي تروح للدار تاكل من الكبش تاعك اي ان شاء الله وعلاش نقول لك وعلاش لانه الرسول عليه الصلاه والسلام من السنه تاعو هكذا وحنا على كل حال نعرفوا الاستاذ عبد القادر انسان محترم وانسان مربي والرسائل تاعك راهي واصله على كل حال كان كيفاش انا كامام نشهد لك بالشهاده الله يعيشك كان كيفاش هذا هو وقد ما تكتفوا لنا كما يقول لك الكلمه الطيبه للشباب وهو على كل حال الرساله كل واحد فاش يوصلها صح انا امام قادر نوصل الرساله على طريق المنبر أحصل. وانت امام
كذلك في المهنة تاعك توصلها عن طريق الأغنية المتزنة المتواضعة الملتزمة. هذا هو. إذن فعلاش قلت لك أنا في العيد هذا إن شاء الله من اليوم إن شاء الله تأكل كبدة؟ أقول لك وعلاش. لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام في العيد صغير كان يفطر الصبح باش يروح للمصلى. يفطر في العيد صغير. في العيد صغير من السنة أنه الإنسان لازم يفطر قبل ما يروح يصلي. يفطر صبح. في العيد الكبير يعني الفطور واش من الفطور؟ الفطور تاع الصباح تاع القهوة يبتدي يجي تاع الصباح. في العيد الفطر هذه تاع عيد الفطر. نعم نحكيك في عيد الفطر. نعم. السنة أنه الإنسان يفطر يفطر باش يروح. ما دارينا صح بس معليش حنا العيد الصغير ولكن في العيد الكبير أي نحكي لك كونتر. في العيد الكبير الرسول صلى الله عليه وسلم كي يروح يصلي العيد الكبير ما يفطرش من السنة تاعو ما يفطرش حتى يروح للجامع. هذه صح يروح للمصلى يصلي لما يرجع يفطر وباش يفطر بالكبدة على بها قاعدة الكبدة يهم لا انت يا دير في بالك أستاذ لما نكملوا الجلسة هذه وتمشي للدار إن شاء الله الكبدة أول شيء قال المدام الأولاد يلا ابدأ الشيخ وانت قدرت سنة على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه مليحة هذه شفنا فقط هنا رانا ذبحنا الكبش ونلحقوا نسقسيك لما نقطعوه فيه يقولوا الحم كاين اون باغ اللي ماشي تاعنا لازم تتصدق هل تفهم شويه المشاهدين في الصدقه والهديه؟ نفهمهم بانه هذه الاضحيه هذه هي اول شيء قبل كل شيء هي قربة لله تبارك وتعالى الاجر اللي فيها ما يعلمه غير الله تبارك وتعالى شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وش يقول يقول لك ما عمل ادمي من عمل يوم النحر يعني يوم العيد أحب إلى الله من إهراق الدم. نعم. يعني أفضل شيء يخدمه الإنسان يوم العيد هو لك الدم اللي يسيل مشات. إنها لتأتي يوم القيامة. نعم. بأظلافها وقرونها وأشعارها. يعني يوم القيامة تجي بأظلافها بقرونها بشعر اللي فيها. وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض. فطيبوا بها نفسا. شفت الشات كي جون ذبحوها؟ راسها قريب الارض رقبتها قريب الارض لكن هذيك القطره تاع الدم والدم هذاك هو يجيك لي كما هو معروف يعني مع والحديده تكون قاطعه مليح فمع يسيل الدم قبل ما يطيح في الارض يكون قبله ربي في السماء اذن هي قربة الى تبارك وتعالى هذه الاضحيه يشترك فيها الجميع احنا في بدايه الحديث قلنا الفرحه هذه لازم تكون بارطاجي صح وما هيش غير مع الفقراء فقط كما يعتقد الناس الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلوا وادخروا وتصدقوا صح كلوا يعني بارتي تاكل منه بارتي راح تخبيه لمن راح تخبيه له يعني لضيافك راح يجوك ضيافك عندك احبابك كذا كذا وكذلك وتصدقوا صح تجي تصدق الصدقه لمن طبعا للمحتاج نعم للمحتاج المعوز كذا كذا وعينك ميزانك عندك جيران عندك كذا عندك كذا لكن يبقى هنا واش خرج لنا خرج لنا الغني الغني ما دخلناش في الوسط هنا لازم علينا ندخلوه في الوسط الهدية. كيفاش ندخلوا الغني ندخلوه من باب الهدايا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول على الهدايا تهادوا تحبوا نعم إذن الفقير المعوز نعطوله وماشي قد يتمنوا عليه لأنه حقه باش الفرحة تعم يعني تصور أنت تأكل وجارك ما يأكلش والأمثلة كثير على كلها نعم. الغني كذلك نعطوله كيف علاش نعطوله نعطوله من أجل نعطوله الهدية نعم. باش تكون المحبة بيناتنا نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحبوا كذلك أستاذ إيمان واحد المشكلة عند الجزائريين نعم. وهو أن الكثير من الجيران تي جارتك تبعتي لها واش قدر الله تبارك وتعالى من الشات هي شغل تتكبر حتى ربما ما ذبحتش ربما كذا كذا تقول لك أنا مانيش محتاجة ما تبعتوليش وهذه وقعت مع العبد الضعيف اللي راه معك ولاد صغار بعثناهم العائلة من العائلات عاودوا ورجعوا هذاك المكتوب تاع ربي تاع اللحم هذاك قال لك حنايا شكون اللي قال لكم ما عندناش يا ناس حنا ما قلناش ما عندكمش دوك اذا كان من المعوزين ولا من المحتاجين خذوها صدقه اذا كنتم من الاغنياء خذوها هديه وراها الاشكال يعني ما يكونش يكون عنده تبعت له يدوق بعث له يدوق هذه عاداتنا احنا هذا عيد هذا هو ذوق من عندي وذوق من عندك وقلنا الفرحه تكون والرسول صلى الله عليه وسلم غلط كي قال تهادوا تحبوا ما هوش غلط صلى الله عليه وسلم نعم بيبارك نعم صحة. شكرا سيد جاعو يعني وشنو برنامجك لهذا الصيف والله كاين الحمد لله يعني كل عام عندي حفلات وعندي عراس يعني نعم
علاش كما نقولوا احنا الشعبي تاعنا نبداو من الصغير ونطلعوا. انا هكذا كما كان يقول الشيخ على القديل واللي معنا، انا هكذا كاين كاين انا طالعين والحمد لله. يعني راك فيه مهرجانات راح تشارك فيهم؟ درك شويه راهي سما الناس راهم يدخلوا على جال الكونجيات الحبس كما في فرنسا ولا الدول العربيه كاع كيف في، ولكن ابارتير يعني من سبتمبر اكتوبر الفوق يبداو ثاني. ان شاء الله سيد جاعو كاين هنا ثاني هذا لو سي دي الاخير ديالك. أنا عندي واحد قريب 15 سنه ما سجلتش ولا 20 سنه غير قول هكذاك علاش ما سجلتش، وهما ثاني ما لي زيديتور هذوما يعني ما سجلوش علاش يعني هذيك المشكله نتاع لا بيغاتري. نعم اللي كانوا يعاودوا التسجيل تاع الناس ولا حبسوا. قال لي عبد القادر نخلو شويه، قلت انا مادا بيا يفو ميو. ها وجا الوقت يعني يعني فيه كما راني نشوف سبعه يعني نعم اغاني يعني. نعم ما كانش كاع لي ريبريز ما كان. نعم هاوليك لو سي دي. نعم فيه الوحش جابني الوطني. نعم يا حبيبي اجي نتصالحوا. اجي نتصالحوا واني وراه وطحت مع العيد اجي نتصالحوا. نعم نعم جيبوها جيبوها اللي خاف ربي يا الهيفا ربي يهديك ورمضان كذلك وقصيد على رمضان. وهذه جيبوها جيبوها علي من هذه يا استاذ يعني. انا جيبوها جيبوها اللي عزيز عليا على شغل مثلا نتاع المحبه وباش نتاع الزواج ونتاع كذا. هذه اللي فيها نعم هكذا بس. وهذه شكون اللي كتب لك سيد شاعو؟ هاو كاين اسمه احمد بن حارز. احمد بن حارز ايه هذا يكتب مليح وقديم هذا الانسان هذا يعطيه الصحه. بن حارز ماشي حارزي. لا لا بن حارز ماشي حليلي لا بن حارز. نعم شكرا ان شاء الله هذا يعني انتم غيركم ثلاثه ولا اربعه اللي مديت لهم هذا. شكرا تعيش ان شاء الله مازالنا باش نديروا لهم لي بروموسيون باش يبانوا معنا. قول لي سيد شاعو شنو هالعادات اللي كنت تشوفها زمان في العيد الكبير ومازال كتشوفها الان في العائله مازالوا محتفظين بها؟ مازلنا بيان على كل حال كيما كاين حاجات نشوفوهم كاين حوايج يعني سبحان الله غير هذو اللي ما يتبدلوش. نعم اللي مازلنا في هذه في الجزائر تاعنا اللي ما تتبدلش هذه برك. شوف عندنا رمضان ما يتبدلش سبحان الله يقعد رمضان، المولود ما يتبدلش، العاشورة مازالها، العيد الصغير مازال، العيد الكبير هادو هادي غير سبحان الله ما يتبدلوش عندنا، بدلوا حوايج اخرين على بالك راحوا لنا بزاف يعني حوايج توا اللي نحبوا يوليو. وفي الدار كما كان كما راكم نقولوا كامل اليوم الذبيحه توجور كاينه. ولا والكبادي كاين وما كاين. او قال لك الشيخ الباقي لا العشيه ندوقها من بعد. لا لا دوقها ان شاء الله. سيد شاعو شنو عندك اهداءات للعائله؟ يا خويا على كل حال نسلموا ديجا على العائله تاعنا نقول لهم صح عيدكم كامل وخاوتي كامل صح عيدهم ولادهم صغار وكبار كاع من سابنا. نعم وعلى كل حال عندك نسيبتي الله يرحمها غير كما توفات الله عندها زوج سمانات ولا ثلاثه هذه الله يرحمها مراه كبيره الله يرحمها وقعدت لاباس الله يرحمها الله يرحمها على كل حال. ونزيدوا باسكو ما نقدرش انا نسلم على زوج ولا ثلاثه. نعم بالطبع ايه ما نقدرش يغيدهم الحال يقول كيف احنا ما نسلمش لا ما لا نسلموا كاع الجزائريين تاوعنا والاسلام كامل والفنانين كامل على بالك احنا عندنا ثقافه كبيره في الجزائر. نعم بالطبع حاولوا نسلموا عليهم كامل طبوع كثيره فيها طبوع كبيره كبيره. نعم يا خويا ونقولوا لهم كامل صح عيدكم كامل. نعم وكلوا الكبش والزلال في انافون. شكرا لك سيد عبد القادر شاعو. يا خويا كثر خيركم. شكرا لك سيد الخداري كش ما تهدي للعائله؟ لا عندي بزاف الهدايا الهدايا تفضل. والله هو كنا في كما يقولوا في دار التحيه تاعو لاهل اهل القطاع تاعو الفن يعني كذلك دورنا كذلك نحيوا بعضنا كما يقول لك اهل القطاع الشؤون الدينيه والاوقاف اللي نحييهم يعني من اولهم الى اخرهم بالسابقين باللاحقين باللي جايين ان شاء الله تبارك وتعالى. منسوا كذلك يعني ترحم على الوالد تاعي اللي فقدته قبل رمضان يعني هو اول عيد اضحى ما يكونش معنا رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك الوالده الكريمه واخواتي واخواتي جيراني خصوصا يعني اهل ديار الغرب وين المحل وين ساكن انا ديار الغرب بوسقلو العينطايه واهل عينطايه بصوره عامه. كذلك ما ننساش اسرتي الصغيره للزوجه الكريمه يعني راهي تسمع فيا يمينه هذه وتقول لي ما سميتنيش ولا تزعف نسميها كذلك مع الابن الكبيره يعني سوميه بعدها بشرى رميسة وعبد الرحمن مصعب والكتكوته الصغيره سندس. وكاين جار عزيز عليا كذلك بزاف اللي هو عبد النور ايت سعدي
والزوجة تاعو الكريمة المحامية ربي إن شاء الله يوفقهم إن شاء الله لما فيه كل خير، وأهل عين طايا بصورة عامة، وأهل بلدتي كما يقول لك مسقط رأسي بالأخضرية، وكل عائلة وهاب، كل عائلة بليدي، كل جيراننا وكل أحبابنا والإخوة كما يقول لك أهل القناة والإيمان والجماعة كامل. أنا نقول لك اسمح لي رجال الخفاء. شوف أنا يا أنا دي فوا نحب نسلم اللي راهم بعاد في الخارج، هذوك هنايا راهم يشوفونا ديما ونسلموا عليهم ديما في المارش، يشوفوك في الاخر يشوفونا احبابنا كامل الجيري كامل الله يبارك، نسلموا على اللي راهم في بعاد علينا والله العظيم، اللي راهم في كندا نسلموا عليهم كامل، وحبابنا تاع اللي راهم في فرنسا كذلك كي نقولوا ما قصا في دير على بالهم على من وبزاف بزاف. شكرا لك سيد الخضاري، انا الله يسلمك تعيشك لشيخنا تعيش، نقول لك شكرا على كل المعلومات واللي جيت تقاسمت معنا فرحه العيد الان نودعك. شكرا لك. مشاهدينا الان نسمعوا الطير اللي ولفتو. ايوا شاب عبد القادر. نعم مشاهدينا نسمعوا الفنان ديالنا عبد القادر شعور. تفضل. نعم تفضل سيد شعو. ايه نوضو يا سيدي.
مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، واللي التحقوا بنا اللحظة نقولهم صحة عيدكم وتعيدوا بالصحة ولهنا إن شاء الله. في هذه القعدة راح نرفقكم طيلة هذه الصبيحة، قعدة فرحة عيد. إذا مشاهدين كما راكم تشوفوا راهم حاضرين معايا ضيوف جدد، راهو حاضر معايا الفنان زاهي شريطي. مرحبا بك وصحة عيدك. صحة عيدك إيمان أختي، وكل عام وأنت بخير إن شاء الله ولا فامي، ونقول لهم صحة عيدكم تلمود الجزائرية كاع والأمة العربية كاع، صحيتكم إن شاء الله تكونوا بخير إن شاء الله. الله يسلمك، تعيش وناريمان عقيل، مرحبا بك، صحة عيدك. الله يسلمك، صحة عيدك أختي، وصحة عيد كامل القناة نميديا، وصحة عيد كل الأمة الجزائرية خاصة والأمة العربية عامة، وصحة عيد لهم حاضرين معايا. تعيشي ناريمان، شرفتينا. وكذلك عبد اللي أمين راك حاضر معنا، مرحبا بك وصحة عيدك. عيدك بالصحة أختي إيمان، نقول لك صباح الخير وصباح الخير على المتفرجين تاعنا، وإن شاء الله يكونوا تجوزوا وقضوا عيد مبارك، سيرتو مع الذبيحة ومع شوية الأمور على بالك. ذبحتوا بالزربة وقيل ما زال. وكذلك في سريان، مرحبا بك. أختي السلام عليكم، صحة عيدكم. الله يسلمك، تعيش صحة عيدك. كل عام بخير، عندنا زوج عيد. عيد الكبير وعيد تاع الكحلوشه ثاني، ما نساوهاش. اي ما نساوهاش، ما ندوي 20 يوم ولا برك ما عندكش بزاف. شكرا لك فيصل. اذا مشاهدينا ما نقدروش نهضروا على عيد الكبير ولا عيد الاضحى بلا ما نجبدوا كبش ولاد جلال. اذا مراسلنا من بسكره طارق شنيني تنقل ودرنا هذا التقرير على مواشي ولاد جلال، نتابع. هنا بضواحي مدينة أولاد جلال ببسكرة تعيش أحد أفضل سلالات الأغنام في العالم. هذه السلالة الفريدة تتميز عن نظيراتها بعدة مواصفات، فقد يصل وزنها إلى 81 كيلوغرام ويصل ارتفاعها إلى 84 سنتيمتر، كما تتميز بأطراف قوية ولون أبيض ناصع. تعتبر سلالة ولاد جلال من السلالات ذات اللون الأبيض، وهي سلالة قوية إذ يبلغ طولها حوالي 84 سنتيمتر، ويمكن يبلغ وزنها 81 كيلوغرام. يميزها الموالون والمربون عن غيرها بعدة أوصاف. عريان منها هكا تلقاه على صدره، تلقاه جي أبيض، عينيه جي فيهم الكحولة هكا شوية، وذنو جي متحوفة، ذيلو جي طويل، الصوف نتاعو جي أرطب، الناعجة نتاعو مليحة في الحليب، مليحة في الميزان. الخروف تاع ولاد جلال معروف بال عنده يعني كيما نقولوا حنا لاكولور، اللون تاع العينين يمتاز باللون العينين، ويمتاز بالطول والحجم تاع الخروف، والرقبة، الرقبة لهنا تكون صافية كيما راكم تشوفوا في الخروف. أما عن سر جودة لحومها المميزة فهي راجعة لرعيها في المناطق الخضراء وتغذيها عن الأعشاب المفيدة كالشح والحلفاء وتزويدها بالشعير، هذا الأخير الذي قد يكون مكلفا بالنسبة للمربي. أنا تقريبا نوكله في مادة الشعير، معروفة مادة الشعير هي تكلفتها غالية بالنسبة للمربي، والخروف يرعى في مناطق صحراوية تمتاز بأعشاب مثل الشيح، مثل الحوايج الأعشاب اللي تنفع الخروف اللي تعطي نتيجة وتعطي مردودية. وباقتراب عيد الأضحى قد يلجأ بعض التجار لاستعمال طرق محظورة لتسمين وتكبير حجم الخروف كالأدوية والهرمونات التي قد تسبب خطرا على الحيوان وحتى على الإنسان حين تناول لحوم الأغنام المغشوشة. بالنسبة للمكملات والهرمونات التي يضيفها المربي للأغنام من باب الربح وزيادة في الوزن، فهذا قد يضر الحيوان ويضر الإنسان فيما بعد. هذه هي سلالة أغنام ولاد جلال، جودة في اللحوم وروعة في المواصفات. إذا مرحبا بكم من جديد. شريطي نجي عندك نبدأ بك.
يقولوا كيفاش تاع ولاد جلال بنان؟ لا تاع مسيله تاع درك راهي كاين البنا على بالك وراهي في الكبش ماشي في هذاك المقروس اللي ضالوا دايرينه في الحوش كاين اللي يسرح هذاك تلقاه فيه بنا باسكو علاه ياكل الحشيش ياكل بصح هذاك اللي تلقاه مثلا تلقاه ياكل غير تبن وياكل هذاك تلقاه شويه سمين ويتنفخ لازم تشريه يكون سارح ياكل الحشيش ياكل هكذا وما ما يكونش سمين يكون غير الحشيش. كيفاش تخير الكبش؟ انا كل عيد درك عندي درك يقول لك روح شوفوا خشين هكذا منفخ ومن هذاك راه تلقاه كاع شحم تلقاه واحد ضعيف شويه وتلقاه وافي لاباس هذاك هو كي تسلخيه انا والله غير من مسيله عندي نسيبي يخدم عندي احبابي يخدموا الكباش يعني درك الناس راهي كي تلحق موسك ما هذا كاع الناس منطقه الحضنة مسيله بسكره باتنا كاين بارتو درك حتى هنا في الجي يجوا يجيبوهم يجوا تاع بسكره يجوا هذوك الموالين اللي خدامين على ارواحهم كاين في تيارت كاين في الغرب ثاني الكبش يعني الحمد لله يعني تعيش شريطي وفيصل منين تشري الكبش وكيفاش تخيروا؟ بابا ولا غير لازم يكون كبير لازم كان بالك تربيت مع الزعيل تحت باسكول تما ايه دا غير بابا ولا شيء هكذا احنا المهم نعيدو كيما كاع ماشي لازم تجيبوه كبير كاين اللي ما يشوفوش كبير شغل معايا ولا غير قيسنا هذه المهم كبش الصغار اللي يحبوا القرون وكذا تعرفي مي احنا كبش بالك يكون صغار بصح كي كبرنا خطا صغار نريمان منين تشريو الكباش ديالكم؟ غير من تما من قدامنا وين؟ من تما من قدامنا في بليده كل خطره كيفاش خطرات كيما هاد المره خويا هو اللي احنا اللي تسمى اللي مدينا له درام هو جبنا واحد مليح او ثاني ما عندنا حاجه زعما يكون كبير وبغروند ليسونسييل يكون بنين و ويكون يقول باع بزاف باسكو هذاك هو الشعر يعطيك الصحة نريمان وأمين منين تشري الكباش؟ عم بالك نسيتك أنا جاي عندك لا ماشي نسيتني على بالي أنا عندي زي فيصل قال لك بابا تسمى أنا راح بابا أنا المسؤول بون احنا الكبش كيما قال خويا الزاهي احنا نشرو بوكو بليس نخرجوا نروحوا لمسيله نروحوا ولاد جلال سي عندهم ولاد جلال عندهم كبش فريمون سي جيبو ناتوريل سي الميو تاع الجزائر باسكو انا ولاد جلال رحت ليها بزاف وكنت كانت عندي فما با مال دو تورناج فما حفلات لي تورناج وخالط الناس تاع ولاد جلال عندهم كبش وياكل الشيح يا محينك والنية تاعو ولا غير يعطيو لك بالنية داوي هذاك الحم تاعو دواء كي تاكلوا ما تشبعوش باسكو شوف على بالك حنا ناكلوا دائما اللحم بصح حتى العيد يجي ان بو سبيسيال ماشي هي اللمه ولا غير تبيعها سي اللمه يكذب عليك وحنا هذاك تاع تسيل الدم والضحيه على بالك الضحيه مالا العيد الجاي ان شاء الله نقول خويا شرينا من ولاد جلال ان شاء الله ان شاء الله اول ولاد جلال غير شري مليح اللحم كارونتي ما تقلقيش راسك انا جو سوي كونتر برك على الناس هذوك اللي راهم يشرو الكباش تاع الدقه ولا شو يعيطوا لهم ما تعجبنيش انا هذيك القضيه باسكو هذا حيوان راه بيجعلوا باش نضحيو به ماشي باش نضربوا به هذيك ولينا ما نحبوش في هذيك النظره هذيك ما نحبوش برك الكبش كنا درنا دي ميساج درنا دي سكيتش سبيسيال على هذه الامور هذه هذا حيوان ماشي تاع لازم نضحيو به لازم نفرحوا به اولادنا نعلموهم يتعلموا كيفاش يعيدوا كيفاش وكنت انا بكري ما نذبحش نستنى الذباح كل يوم نذبح 12 تاع النهار ومن بعد درت القلب وعطاك خلاص الله ولا بزاف على بالك بزاف هكذا يا انا نذبح بزاف عائلات قعدوا يستناو ومن بعد تعلموا لازم يتعلموا والله غير 16 درتو في راسي قلت على ربي وخلاص بالمناسبه على ولاد جلال نحيي احبابنا اللي راهم في ولاد جلال عندنا لي بارول اصحابنا عندنا لا فامي موني بحميد ايت العماره يعني اصحابنا الله يبارك نحييهم ونقول لهم نحيي ولاد جلال ناس بسكره اللوز ناس زريبه الواد نسابنا هاي بسكرة قاعدة هاي كبيرة هما فور في الكباش وفي التمرة التمر هما اللي حي التمر يعني بسكرة هي الأولى بسكرة الشريط يقول لي واش تحب تاكل نهار العيد شنو البلا تراديسيون اللي تحبوا يكون نهار العيد والله شوفي خاص في العشاء على ما اظن باسكو الصباح اللي زعما بالك بكبوكه كما يقولوا هاي بكبوكه تاع المسهرن والدواره هذيك والله نديروا شويه مشوي والله هذا ما كان احنا كما يقول لك رانا على ام ناكلوا اللحم صح ايه خاصة كي يكون مش سمين والله هكذا نقدروا دوزيام جور نديروا به الطعام بين مختص في اللحوم مختص تاعهم باسكو لا دركا كاين اللي السمين هذاك باسكو يهلك الانسان بالطبع عادي الناس راهي كاع مراض راهي كاع بالاخر ويزيدوا ياكلوا الشحوم هذيك ديجا في الجزء القادم راح نستقبلوا مختصة في التغذية على جال هذا الدوسون انا هنا مختصين اميرة نريمان قولي لي واش تحبي تاكلي نهار العيد؟
شوفي يا الاخت ما نكذبش عليك، انا يا كيما هذوما البكبوكه واد العفايس شويه ما نحبهمش، صندوق برك نحب انا نقعد نستنى دوزيام جو على جال المشوي. هذاك هو شريكي. ونحب الكبده في الفطور بيان سور. تعرفي لها ريما بيان سور. ومن بعد كلشي يبقى من اللحم هذاك اللي ندير في الشوربه اللي ندير فيه كذا، هذاك كاع نورمال. ثاني نحبه شويه نورمال. فيصل واش تحب نهار العيد ولا واش يديروا في جهتكم نهار العيد؟ كاع مع الكبس انا غير كي دوزيام جور افير سوا راه كي تكون مجرد ما تفطفط فيه والدنيا نقول عليها مسكين يعني ما مراسو ما طلقتوش كل واحد كيفاه. بصح كي تكون الماكله تكون انت بيان سور اوبليجي. قلت لك اللمه هي الصح كاع اللمه العائله. واش يديروا في جهتكم واش من طبق تخديسيونال؟ انا اصلي دلسي تخديسيونال. احنا كيما قالت لك باك شوربه تعرفي شغل السوندر كيف كيف كيما تجي دونك داكور. او امين واش يديروا في جهتكم؟ احنا واش نديروا بون المنطقه تاع سي بيان بليدا كيما نريمان. حنايا واش نديروا؟ احنا نذبحوا الكبش نحيوا الزليف والرجلين هذوك نعطيهم يشوطوهم لنسامساكن بنا عظيمه كيما التشوار وانا بوكو بليس من بعد الكبش نبغى نقوم به بالاقل نحي الدوار هذيك تاعو ونحي العفايس هذوك نعطيهم الكبده يديروها في الفريجيدار باش نفطروا بها باسكو احنا نفطروا بالكبده والزليف والدوار هذاك احنا نديروا الاصبع احنا نديروا الاصبع سي لو سوار هذوك لليل على بالي ضرب لي ستوما تاعك تنخلع على بالي تعطيها دير لها ميزاجو جديده والشواء بالك باسكو الشواء لازم اللحم يكون نشف يكون هكذا كطري ما تنجمش باش يتقطع شباب اصلا تقطع شباب تقدر دير لي بروشات تقدر دير الكوتليتات هذوك ثاني كي تحطهم واش نقول لك كاين امين اللي ياكلوا هكذا يكون خضر مش مليح هو لازم اللحم حتى يمرد باش يكون يمد البنه يمد البنه ويكون اللحم كي يزغد هكذا كيما على جيب الاخصائي وكذا ما عندنا زوج اخصائي الله يبارك امين الله يبارك شاطرين في اللحم والله لي ستوب ما تهزرش على بالي ديجا خمم لي العشيه اسمع عنده عائله عنده انا الان عندي بعض الاهداءات نجوزوهم باش ما ننساوهمش. فيه بن محمد شيماء وخوله والصديقه هدى وبنتها فريال وسميه من عنابه ودايسي عائله دايسي سفيان الام وبنته جانا في مرسي وراهي تقول له توحشناكم بزاف. كذلك فيه عائلة سليمان ملاح وأبناؤه فاطمة الزهرة محمد حسنة وإسلام وعائلة بنتومي نسيمة وكل ناس سيدي بالعباس. أما دركا سيد زاهي كش ما تقدم لنا ندير لكم غنية هي فينا غنية نهديها درتها سبيسيال تاع الأفراح تاع الصيف نهديها كاع الماري هذو اللي راهم راح يتزوجوا في الصيف ان شاء الله. شكرا وحنا نقول لهم مبروك عليكم تاع القفطان وفيها فيها فيها امور ثم نسمعوها اي خلاص تفضل ان شاء الله تعجبهم ان شاء الله. شكرا بسم الله العرسة يحيى الأميرة ومولاة القفطانة مبروك وألف مبروك مولاي السلطان سافرتو على الأميرة مولاة القفطان مبروك وألف مبروك مولاي السلطان يا وسافرتو على الأميرة مولاة القفطان تكملوا نصف الدين وربي يحفظكم العين موسى عليكم وجبرين عرس وعروسة جايين مبروك وإلف مبروك مولاي السلطان سافرتوا
زغرتو على الأميرة مولاتي الخفطان. جنح باباها أميرة بر لصواتها يا البلاد فرحوا معاها زغرتو كاملين. مبروك ألف مبروك مولاي السلطان زغرتو على الأميرة مولات الخفطان. مبروك ألف مبروك مولاي السلطان يا وزغرتو على الأميرة مولات الخفطان. امين قلبتها بصحتك الصحه يعطيك الصحه. هذه باينه راح دير حس كبير في هذا الصيف ان شاء الله. والله ربي يكمل ان شاء الله موسم العرس وكامل من قناه نوميديا ان شاء الله. نتمنى لها خاصه احنا قناه نحبوها نوميديا يسلمك. تعيش ان شاء الله الفرح يبدا من العيد هذا وروح حتى الصيف ان شاء الله. نهديها كاع قلت لك لي ماري ولا اللي راه ناوي يخطب ولا راه ناوي يتزوج قول له بالبركه عليك ان شاء الله. شكرا. اما الان مشاهدينا نروحوا نشوفوا هذا التقرير حول تقاليد عيد الاضحى في مدينه المديه ونعاودوا نوليو. من العادات الجميله التي دأبت على الاحتفاء بها العائلات المدنيه في عيد الاضحى خلال فتره الخطوبه مهيبه العروس، توارثتها الاجيال وحافظت عليها حتى اصبحت مناسبه لا يستغنى عنها. زماننا كنا نخدموا نوجدوا للعيد، إلا كانت شابة صغيرة يا ماتا توجد العيد ونوجدوا المهيبة ونوجدوا احنا نسبقوا بالكبش العيد. كبش العيد يوجدوا له شابة صغيرة ترمي سالف من ودنها وتبين حنة يديها الكبش تاعها يمة الوليد بسلامته. توجد حاجة الذهيبة للبنت باش يشوف الكبش ويزيدوا المهيبة. خاطرش الوقت اللي يكونوا فيه وقت الكبش المرأة توجد حاجة ذهيبة باش يستقبلوها الناس البيت اللي عندهم البنت. هي هدية يقدمها العريس لعروسه خلال فترة الخطوبة، قد تختلف قيمتها ومقدارها وحتى نوعها وعلى حسب العادات والتقاليد وحتى الحالة المادية للعريس.
اللي ما عندوش اللي يقولوا كما قال الا كان عنده يبين ماله مالبوه يزيد عليها الدين، ولا كان ما عندوش يرمي عليها الملح. الناس تقول ملحفه كان يقولها البليطه، هي ماذا بها بليطه ولا البرنوس تاع الستر تخرج من دار باباها. كي تتفكر البرنوس ولا البليطه تتفكر عجوزتها قيمتها في خاطر وليدها. مهيبه العروس هي قيمه رمزيه للتحابب والتقرب وبناء مناخ ملائم يمهد لبناء أسرة قوامها المودة والمحبة وتبعث الفرحة والطمأنينة في النفس. نشكر الزميل والمراسل من مدينة المدية حكيم شاوش اللي أعدنا هذا التقرير. زاهي نجي عندك، وشنو هالحاجة اللي مازالك تشوفها في الأعياد حتى لدركا؟ يعني من زمان لدركا مازال ما راحتش العادة. هي العادة بتاع بكري هذه الناس جميعا لازم خاصة صلة الرحم. لازم لافامي يتلايموا، كاينين منهم مازال الناس يتلايموا في الاعياد. يجوا مثلا بناتهم، يجوا خاوتهم اللي بعد عليهم، يديروا عشاوات بيناتهم، يديروا هذه هي الحاجه المليحه في رمضان. واللي قلت لك في رمضان في العيد، وكاين اللي ما يهضرش معاه هكذا لازم يهضر معاه يتسامح معاه، باسكو خاصه التسامح وما كاش حاجه واعره كيما كيكون واحد متشحن مع واحد ما يهضرش مع واحد. والله المناسبه تاع العيد يعيط له والله يروح ليه قال امين سامحني راني غلطت معاك سامحني، هذا مكان هذه يعني هي الحاجه المليحه منه ومنا. باسكو التقاليد تاعنا هذو ما ننساوهمش، باسكو هذو التقاليد تاعنا تاع باباتنا تاع جدودنا اللي تربينا عليهم ما ننساوهمش. احنا في العاصمه ولا يعني في مسيله ولا في سطيف وديننا هكذا، احنا كي تربينا لقينا باباتنا يمشوا هكا انا نتبعوا في الطريقه تاعهم. فهمتي إيمان؟ ناريمان وشنو هالحاجه اللي ملي كنتي صغيره مازالكم يعني ديروها دركا في العيد؟ اللمة بيان سيغ، ملي كنا صغار وحنا نتلمو نتعشاو كيف كيف، ملي كنا صغار وحنا كيما نقولوا يعني ملي كنا صغار نشوفوا الأم ديالنا دير نفس الطبق في العيد وما زلنا لحد الآن. وأنا ولا غير أنا يعني ما زلت عندي حلاوة العيد تاع الصغر يعني. اصلا انا نشوف روحي يعني في الدار، حتى في الدار يشوفوني مازال ما كبرتش، مازلت عندي هذيك الكلمه زوزيه. لا لا عندي اختي صغيره عليا نوجه لها تحيه متزوجه، ولكن يعاملوني وكأنني المدلله تاع الدار. الحمد لله يا ربي، يعني العيد كيما كنت نشوفه في صغري مازلني نشوفه لحد الان. مالغري كاين الناس يقول لك راحت البنه وكذا، مي انا جو كونت خلي يقولوا هكا، باسكو انا ما عباليش عندي توجور الحلاوه توجور البنا، انا اصلا عايشه حياتي هكذا دائما حلوه. الله يبارك الله يبارك. فيصل وانت وشنو هالحاجه اللي قاعد تشفالها؟ لا غير سي با واش راهم يحكوا كاع هكذا تسمعنا، واش حنا اللمه هذيك كيكونوا ندبحوا يعرفونا انا ديجا يحلوا الكبش نطلع. الناس ما نتلاقاو هذه العاده اللي قعدت نتلاقاو بعد الباسينه هذيك اللي تروح نتلاقاو كيبداو كداني معاهم تما يا لما نتلاقاو كاع الخاوه ومن بعد الفاميلا ونروحو نزورو سي نورمال. انا تاني نعرف انسان ويشوف فينا يدير كيما انت الله انا شوف الذبيحه يهرب معليش الذبيحه نشوفها لا انا كي تحل الكبش نروح ما نقعد حتى يكملوا يصفيوا السلام عليكم ما تحقوا يقولوا لا كملنا يقعد معاهم تما فوالا دوك هي اللمه. انا والله غير واش راح حكيتو كلش بالك يوم يحكيو هما ديجا يحكيو وحكاو كلش. انا اللي نشوف تروا جينيراسيون راني يعني حاصل في وسطهم تروا جينيراسيون تاع الجزائري تاع بون. انا نحكي على صغري كيف جوزت العيد. انا بصغري نتبتو بكري بابانا كان يدينا الحفاف نوجدوا له العيد ماشي غير هكذا قالوا جاي العيد مازالت هذه العاده حنا نوجدوا الحفاف الحمام او نشريو الكبش نديروا له الحنه كاين امور كبيره كبيره يعني بليداتين متمسكين بالتقاليد وكبشنا يبعبع على كبشكم على بالك قالتها نريمان قبيله توكلوا شويه مليح خدمه باش باع ما بلا ما عندكش كبش في الدار بعبع باش ما يقولكش باش ايوا باش ما يقولكش زعما ونبريباري امك على بالك صلاه العيد تروح تصلي صلاة العيد وتجي للمواسة هذوك تديهم ترحيهم عند واحد عنده هذيك الشريطة نشوفوا يدور الموتور تاعه كيكون ديجا كي نشوفوا هذيك معناتها جا العيد باش يحيي لك الموس الموس هذاك باش يرحيه فريمون خدمة على بالك كيما تقعد تشوف فيها هكذاك حاجة واحدة أخرى كاع ونوجدوا ما كان نذبحوا الكبش نتاعنا ونجوا جايبينها هي سلسلة كل حاجة لاصقة ماختها حتى يخلص الكبش هذا وتجي السماطة كي تشوف الكباش قدامك دراري قاعدوا في العيد هي هذه كاع لي زالجيريان هذه والله المغرب العربي ثاني كاع ما متعرفش هي التقاليد تاعنا يعني باينه. بريمي جور رانا في العيد نذبحوا نوجدوا هكذا، توزيام جور الناس تخرج
الناس يروحوا العائلات يروحوا اللي بعاد يروحوا هكذا يروحوا يشوفوا الايتام يشوفوا السبيطارات يشوفوا الامراض يروحوا الجبانه خاصه صح. هذه العادات في الجزائر ما تنحاش تنحاوش ايه الحمد لله يعني الكبش لازم ايه. لازم كما قال الزاهر كبش كي نذبحوا هكذا ما شاء احنا ناكلوه كامل صح طبعا صدقه شفناها مع الامام نعم الهبه صدقه درك الناس راهي كاع واعيه الحمد لله كاين اللي ما عندوش يعطوا له تخمم في جارك ما عندوش تعاونوا تعطي له مال ولات العاده الحمد لله قال لك واحد واحد كان شرا موطو دونك ما عندوش ضرب شي شري كابس حشم المرتو دخل الدار قال لها قالت له نورمال من بعد الناس سمعوا دونك هو تاع المحشم وكذا خمم لها جاب سيدي حطوه في الدار كبشي بابا وصحابو فاقوا تما هذا الكبش هذا ما يعطاش ما يجوع ما يرقد يبقى فاقوا باللي داروا 50-50 شراو له كبش طبطبوا له فتح لهم الباب قالوا له هاك الكبش هذا انا جينا لك قالوا مصاي شريت قالوا له هذاك صنط ليه وهذا كولو هذه كيما صار كي حكيت حكايه نديروا حكايه انا في هذيك تاع هتلر لا استطيع ندير لا استطيع احتلال شعبي شري كبش ب 6 ملايين وحشيه يجي طبطب عليك يحوس على الفحم باش يشوي اللحم شفتيها يديروها يديروها كاين هو كبش ب 6 ملايين شرا راح في بليكاسيون قبل العيد راحت لي راحت لي لا بليكاسيون هذه راحت لي بليكاسيون من بعد نبعثها لك نريمان تقدمي لنا اغنيه بيان سور تفضلي يعطيك الصحه نعطيها الميك اذا مشاهدينا نروحوا فاصل قصير ونعاودوا نوليو مع نريمان
إيمان، شكرا شكرا. مشاهدينا الآن كنا استمعنا ناريمان، نعود نوليو إلى جديد شريطي. وش عندك جديد الآن؟ جديد الغنية اللي سمعتوها، وعندي أغاني بزاف جديدة، كاين اللي ما خرجتش بصح اللي يحب يلقاها في اليوتيوب برك يدير الزايش راه 2018 يخرج له كاع الغنى تاع جديد ان شاء الله. بالمناسبة ثاني نحيي سفيان العيشي كاتب كلمات. سفيان خونا احنا فارولي في العالم. حسين بويفرو اللي تعاونوا في الغنى هذا تاعي، كل ما نحتاج حاجة يعاونوني ونتعاونوا. وان شاء الله عندنا أغنية ثانية في الستيل كيما هذا اللي غنته ناريمان، واحدة على شغل موضوع الناس اللي يجيبوا يربوا أولاد. شغل أغنية جامي تغنات يعني اللي قاش سفيان العيشي. إن شاء الله إيه إن شاء الله راني ناويين باش نديروا لها كليب إن شاء الله. إن شاء الله ذاك الإنسان حتى ويجيبوا ربوه يعني ما يحسش باللي هذا مش والديه، لازم يحس باللي صح باسكو الناس يتعاملوا معاه. حقيقة فيها عائلات صح يحس هذاك الطفل باللي وليدهم. صحيح، وحنا كاينين الناس يعني ربي يهدينا إن شاء الله، ربي يهديهم، كاينين أولادهم وما يتهلاوش فيهم. هذا ربي عطاها لك نعمة لازم تهلا الله فيه قد ما تقدر، باسكو علاه كيما تهلاش فيه انت ما يتهلاوش فيه الجيران ولا ناس اخرين، فهمتي. وعندنا اغاني واحده اخرى ان شاء الله كيما يقول لك درنا شحال من مواضيع ان شاء الله. في اليوتيوب يدخلوا يديروا زاهي شرايطي 2018 يلقاو كاع الغنى تاعي. شرايطي كش ما عندك مهرجانات هذا الصيف؟ المهرجانات انا مازال ما عيطوليش، انا اليومين هذا مازال ما عيطوليش. لا جميله لا تيمكات راهم دايرين الصيف، دايرين جميله مازال، دايرين تيمكات راهي في 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 باتنا يعني هذا العباد. هذا الحرية التعبير صاحبي يقول صحيح. لا معليش يعني نقول لهم انا الزاهي شريطي ما كاش اللي ما عندوش تليفون تاعي، ما كاش اللي ما عندوش لادريس تاعي، وانا صافي بليزير كي نروح المهرجان جميله ولا تيمكات ولا الكازيف ولا باسكو الجمهور تاعنا راه متعطش لهذا الشيء وماذا بينا نكونوا واجدين في هذه. بصح هذا العباد نقول لهم اللي راهم قابلين الثقافه تاعنا ربي يهديهم ان شاء الله، هذا مكان هذا ما راح نقول لهم ورزقي خي مد الله سبحانه ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. ديديكاس البني وليدي عنده تفضل ما اعطينا اهداءاتك كامل. لا نكملوا كامل اهداءاتك يعني. وليدي اكرم وليدي اكرم اياد راه وقف العام، نقول له ربي يطول في عمرك ان شاء الله. ربي يطول في عمرها ثاني، ربي يطول في عمرها. الزوجه تاعي الكريمه خياتها راويه فوفو، كاع الناس اللي يحبوني اللي نحبهم، حتى اللي راني غلطت معاه والله نقول له سامحني، والله كاش الناس يعني قصرنا في حقوقهم نقول لهم رانا هنا، واللي يسحق الزاهي في فرح في حبسه راني هنايا موجود. يعطيكم الصحه. هذا مكان لا فامي في مسيله ان شاء الله، ومازال الصيف بعيد راه جاي ان شاء الله يتفكرونا ويعيطونا. مانيش غير انا فنان باسكو الفنانين راهم كاع يحكيو ويقول لك روح دقدق، انا ما نروحش ندقدق باسكو هما يسحقوني والادريس عندهم يعيطوا لي قال الزهي ارواح ان شاء الله ان شاء الله. معليش ما كاش مشكور انا والله. ناريمان نعاود نولي ليك، قولي ليك شما عندك البوم جديد راهو في الطريق؟ كاين هاد لو كليب اللي خرج جديد، خرج كذلك ان سينجل في الشتا اللي فات بعنوان على خاطرك، وان شاء الله عندي ان بروجي تاع كليب واحد اخر ان شاء الله مع غوستو بيان سور. هذا اللي خرج لي الكليب غوستو عميروش اللي نوجه له تحيه، هو تانيك عندي معاه ان بروجي تاع كليب ان شاء الله باذن الله مور هذا الشيء. وان شاء الله كيما نقولوا حنا نديروا الشيء اللي نقدروا عليه الجمهور تاعنا. شكرا لك ناريمان، قولي لي واش عندك اهداءات؟ عندي اهداءات تفضلي. نهدي اول اهداء الوالده ديالي اللي دائما مساندتني، نقولها يا ساس البيت يا كيما نقولوا يلي كيما نقولوا كون ما تكونيش انتيا ما 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 ربي يطول في عمرها ان شاء الله. ربي يطول في عمرها. والاخت ديالي اللي ساهمت معايا في هذا الكليب اللي لعبت الدور الاساسي، العلم باللي اختي هي اللي لعبت لي الدور، نوجه لها تحيه نسيمه وبنتها من لوكتي، ونقول لها صحه عيدكم. نوجه تحياتي ثاني لخويا وولادو فريال وعلاء، قولوا ربي يخليهم لك. واختي الكبيره ثاني ولادها سيرين ونسيم واميره، نقول لهم ربي يخليكم ان شاء الله. ولنسابنا كامل نوجه لهم تحيه، واختي الصغيره اللي اصغر مني اللي متزوجه وليدها جواد، نقول لها ربي يخليه لك ان شاء الله. وكامل ما فامي بن سهيل وكامل الناس اللي حبوني، ونوجه لكم انتم ثاني كليكم تحيه. شكرا لك ناريمان تعيشي ميرسي. ولي فان تاوعي ولي زامي تاوعي، ونقول لهم ان شاء الله يا ربي ندير شي اللي نقدر عليه باش ما تشتاقونيش اكثر من ان شاء الله. ذلك. شكرا لك ناريمان. امين اش ما عندك جديد في الطريق؟ استنى بالك تروحي ولا لا هو من بعد نكملوا به. معليش معليش
كاين بيان سور انا بوكو بلوس انا نخدم سور سان عندي لي سواري نخدم انا صاري اللي كيما زين ندير انيماسيون سور سان نخدم بهتلر هذيك لا استطيع نخدموا شويه مع الجيش تاعنا شويه مع عندنا حفلات الحمد لله لاباس مي ماذا بيا دوكا الصيف نريح شويه باسكو راهم جايين غير الاعمال وكاين كاين دي سيناريو راهم واجدين باش ان شاء الله نجسدوهم الناس عرفتك بهتلر يعني برست به بزاف ايه بون درت به البوس باسكو هتلر فيه بون هتلر الجزائري تاع ضحك بك ماشي حاجه اخرى باسكو هتلر حبوه الناس حبوه في شخصيته حبوه في الضحك تاعو حبوه مي كنت شاركت بزاف ثاني في العماره نعم عمارة في العديد من الادوار عماره الحاج الاخضر هي اللي كانت دارت غرون بوز انا نهضر على عماره الحاج الاخضر الاولى كانت مليحه بزاف الناس حبوها وهذه اوكي وفي رمضان الخطره اللي فاتت جات دار العجب ثاني دار العجب دارت سلسله نعم. كانت فكاهيه دارت ثاني لو بوز حبوها ثاني سورتو بوكو بليس حبوها لي جون تاعنا شايفين العائله الجزائريه كيف عايشه كيفاش مع الامور وكاين دي بروجي ان شاء الله واش راح نديروا تحيات دوكا تفضل حييو هني من حبيت حيي من البريده خطوه خطوه على حسابي بون واش راح نقول انا نحيي عائلتي الصغيره وعائلتي الكبيره عائلتي الكبيره اللي عائله الفنيه وعائلتي الصغيره اللي هي الزوجه وبنتي ووليدي ويما ونسيبتي وبالاخص نحيي بنتي اللي زاد عندها مزيود بارك بالبركه عليها يتربى في عزها ان شاء الله عبد العزيز سماته عبد العزيز بمناسبه العيد اليوم العيد نحييوها ونحيي كل الشعب الجزائري اللي يحبونا داخل وخارج الوطن سورتو بوكو بليس لي زيميغري تاعنا اللي متوحشينا ويحبونا ويشوفونا كي نروحوا لاوروبا يفرحوا فينا بزاف نقول لهم صحه عيدكم وعيدكم بالصحه ونشوفكم ان شاء الله عن قريب في اعمال جديده ان شاء الله تكون عندنا وانتم كامل صحابي وحبابي لكم هنا شكرا لك تعطيك الصحه فيصل شرف لي اللي معكم وتلاقيت بصحابي وصافي لونطون ما شفتهمش وخوتنا وانتيا وكيما كيما اهداء كاع العالم الشعب العربي واحد بواحد كيف يقولوا والدين خاوتي وخويا راه في فرنسا وكاع احبابي وليكم انتم خاصه قناه فقط قبل ما نخرجوا هل عندك البوم في طريق جديد عندي سينجل خرجت صافي ان كليب خرجته كنت تقولي نبغيك كلمات سفيان العيشي تلحين مصطفى 62 عندي درتوني ثاني على الفريق الوطني وان شاء الله عندكم جوج بها باسكو مازلنا في الفرحه تبوا اي خلاص مشاهدينا انتم بقاو معنا درك يجوز فيصل ولكن فرحه عيد مازال متواصل في هذا الصباح تفضل يوسف يسلمك الله يعيشك تفضل يا ليلي يا ليلي يا حبك يا بلادي أهو نحبك يا بلادي من الطائرة اللي تلغالي كوبا الإفريقية نفرح بيها ويمضي فولي عقلية جزائرية من الطائرة اللي تلغالي كوبا الإفريقية نفرح بيها ويمضي فولي عقلية جزائرية نروح نجيبها ونولي بالكحلوشة وندي فيلي محرس تلفوها لي لا شيري مي اموري نبغيك طول حياتي افريكا ايا مصوري مع الخضرا يا باداري شيريمي أموري نبغيك طول حياتي أفريكا آيا مصوري مع الخضرا يا باداري علي علي لي روح هاري من الصحراء
الهضره نروح نجيب هاون واللي بالكحلوشة اللي دي في لي محرس وفي غولي في حداش تلفوها لي لا شيريم يا مور نبغيك طول حياتي افريكا يا صوري مع الخضره يا مرحبا بكم جديد متتبعي قناة نوم ميديا في هذه القعدة فرحة عيد ونقول لكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والهنا. مشاهدينا كما راكم تشوفوا التحقوا بنا ضيوف جدد على يميني راهي شابة سهام مرحبا بك. الله يسلمك صحة عيدك الله يعيشك الله يسلمك عيدك مبارك وعيد مبارك كل المشاهدين تاعنا اللي في الغربة واللي هنا في الجزائر الله يسلمك تعيشي. وكذلك الدكتورة وهيبة لكحل طبيبة بيطرية بمديرية المصالح الفلاحية والتنمية الريفية لولاية الجزائر مرحبا بك صحة عيدك. صباح الخير وصحة عيدكم وصحة عيد الجزائريين كل أمة الجزائرية في الغربة وفي الجزائر. شكرا لك شكرا. وكذلك أكرم لو باريزيان مرحبا بك. ميرسي بوكو ميرسي بور فوتر انفيتاسيون اي جيمري سويتي اون بون فيت ا تو لي مسلمون دو موند اي ا تو لي مالاد كي سون دون لي زوبيتو et à toute ma famille bien sûr. شكرا لك. وكذلك السيد رشيد هواني عون النظافة لولاية الجزائر مرحبا بك وصحة عيدك. يسلمك وصحة عيدكم وصحة عيد الجزائريين جميعا والأمة المسلمة ان شاء الله. ان شاء الله شكرا لك. مشاهدينا الان نروح نشوف زميلتنا حليمة شعيب اللي راحت المطار هواري بومدين الدولي باش تنقلنا كل اجواء توافد المغتربين الى ارض الوطن باش يقضيوا عيد الأضحى مع عائلتهم. نتابع. في المنافذ لكن العبارة كانت واحدة بنة العيد ما تحلاش بلا بلادنا الغالية وصحايتكم.
إذن مشاهدينا كما شفتوا أجواء توفد المغتربين إلى أرض الوطن من أجل يعني قضاء العيد الأضحى مع عائلتهم. أكرم أنجيليك، أنت كونك يعني أنيمي غيرك عايش في الغربة، على ما أظن هبطت على جل العيد pour voir ma grand-mère en même temps pour passer l'Aïd avec elle. الله يبارك. قل لي كيفاش تشوف لا جينيراسيون ولا الجيل تاع درك من المغتربين اللي يعني يحبوا باش يلموا العائله ويهبطوا من الغربه ويجيو باش يتلموا في العيد. باسكو سي نورمال ثم سي سونت ان بو لو مونك. كيفاش ريحه العيد تما؟ فوالا اون فرانس ما تنجميش تذبحي في الدري مع يا بلان دو شوز كو تو تروف با ايسي. وي شكرا لك. قل لي يعني لو بري ولا تكلفه السفر راهي غير تزيد، وهذا الشيء يعني كاين الناس ماش يقدروا يهبطوا في هذا الوقت يعني يمنحهم باش يهبطوا للجزائر، وخاصه لما يكونوا عائلات كبار. انت شحال مرات تزور الجزائر في العام؟ انا زدت هنا وكبرت هنا تما شو مونتي لاج دو 8 ans داكور اي تما درك عندي عامين جو لو باس ايسي صافي دوزون جو باس ايسي. نعم. وشحال من مره هكا تهبط بزاف انت والعائله في العام؟ لا على جال العيد دركا صافي دوزون جو ديسون بوكو سينون جو ديسون كل صيف. نعم. شكرا لك. الوغ مدام سهام، كيف تشوفي هادو مالي في الغربه؟ اسكو عندك عائله ثاني العائلات يهبطوا في العيد؟ لا وي صافي با لونتوم اللي توفى الاب ديالي كان عايش في فرنسا دونك قبل سمانه قبل رمضان. نعم. دونك صافي العائله تاعي خاوتي كاع تيكل تما شويه لاصير اللي هنايا الجيري. دونك في الاعياد وفي المناسبات يهبطوا كاع للجزائر باسكو كيما قال لك في اون فرونس ما كاش ما كان ممنوع الذبيحه تما ما تكونش اجواء العيد يعني لازم يشروه مدبوح يشروه كاين الناس يذبحوا كلام كبير يذبحوا تخبيه كبر شانك اون كاشيت فوالا هذوك اللي ساكنين على برا بصح في لافيل نو ممنوع في لافيل اللي تيقولهم بصح يروحوا اللي امبوسيبل فوالا اللي يسكنوا في الفيلاج برا اللي يقدروا يذبحوا اون كاشيت في ديارهم سينو ممنوع يجيبوه مذبوح وما تكونش حلاوتها يعني الكبش لو كان ما تذبحوش هكذا في وسط الدراري في وسط العائله في وسط كذا ما يتسماش عيد كبير ما تسماش ندير الناس سنه تاع ربي فوالا دونك اوبليجي يعني نعم. يعني العيد هنا في الجزائر احسن خير من الخارج. نعم. عندك اضافه مادام لك حل؟ Je voulais pas te dire, c'est vrai, à l'étranger, ils ne font pas un abattage rituel, c'est-à-dire dans les quartiers et tout, c'est interdit. Côté hygiène, côté... ils sont vraiment stricts dans ce sens-là. Mais il y a des abattoirs, normalement, ils déroulent l'abattage dans les abattoirs. Les endolis, les kebs, normalement, c'est au niveau des abattoirs. Ou sinon, il y en a qui payent. Voilà. Enfin, qui payent leur mouton, ils arrivent directement égorgés, découpés et voilà. Tout. Voilà, voilà. Et c'est justement, à dit qu'il y a trop de halawa. Ouais, le chat. Ah, t'as mal bouché. C'est pour ça, exactement. Ma question, tu vois, ma question. Donc, c'est pour ça, ils aiment bien les gens qui sont dans leur pays. Ils ne sont pas en Jazair, il y a tous les pays arabes qui sont dans le monde. Qui ont le droit de l'Aïd, ils aiment bien les pays dans leur pays. Ils ont le droit de l'Aïd, ils ont la famille, ils ont le droit de l'Aïd sur place, ils ont le droit de l'Aïd. Voilà. Oui, je شوط وي وي مي شوفي في هذه الاونه الاخيره واحد 3 ans مانيش نشوط باسكو راهم يشوطوه لي جون برا ما يحكموش لي مون لي جون كيدبحوا الاخر يشوطوه ولاو ميم لي بوشي دركا فوالا يجيبوا لنا نشوط فوالا يجيبوا لنا واجد يعني حتى ينقيو حتى المصارن ولي تخيك الدوار ينقيوها لنا ويبعثوها لنا حنا غير نغليو في الدار. وانت واش تعطينا تقولنا على هذو ناس الغربه وكامل؟ الغربه والانسان اللي ما يكونش في وسط اهله وما يحسش بالاهل دايرين به اولاده بصلاه العيد. عندك العائله اللي تجي في العيد؟ عندي لا. عندي اخواتاتي عندي الشيخ بابا عندي انا نعرفوا الغربه واش فيها. شكرا لك. نعم شكرا. عندك اضافه كمل؟ والانسان كي يعيط في وسط اهله وفي بلاده والحلاوه في الذبيحه في الدراري يقعدوا يدوروا بك دير سنه سيدنا نعم. ابراهيم هذه هي وتعطي لهم عليك رشيد لازم كاع يجيك هكذا جا كاع نجو نسلموا حتى نسلموا نتا حط يدي انا مازلت فيا
شكرا لكم. إذا مشاهدينا الآن نروح نشوفوا التقرير حول نشاط مفتشية البيطرية لولاية الجزائر، وبعدها يجاوبنا الطبيب البيطري على ظاهرة يعني هذه ظاهرة تعفن اللي راهي في السنوات الأخيرة. نروح نشوفوا إذا التقرير. لا تزال صدمة تعفن الأضاحي عالقة بأذهان الجزائريين، خاصة بعد تسجيلها لسنتين متتاليتين. شرينا كبش ريتو أنا شرينا في قصر البخاري تني سما شغل كبش نورمال، بحناه سلخناه كدا البخومي جور، دوزيام جور لقيناه زرق. ما سيتي دي مورسو اون بارتي تزرق وين بارتي ما تزرقش. هي من هذو الاعلاف اللي راهم يعلفوا المواشي، الاعلاف هذه فيها مواد، فهمت؟ فيها مواد اللي تنفخ الكبش. كيفاش تعجل فلا بس بهم ملاح. وفينالمون ما كان والو، تسمى الموال ولا يدخل الصومبيت. سبب انا نظن اختي سوء المراقبة اختي. وان شاء الله هاد الشيء هذا ما يعاودش يتكرر علينا. مديرية المصالح الفلاحية والتنمية الريفية لولاية الجزائر جندت وسائل مادية وبشرية لمراقبة سلامة الأضاحي. اتخذت المفتشية البيطارية لدى مصالح الفلاحية والتنمية الريفية لولاية الجزائر بالتنسيق مع مصالح ولاية الجزائر والغرفة الفلاحية، تم تعنيه أخذ إجراءات تتعلق ببيع الأضاحي العيد والرقابة الصحية للمواشي وكذا المداومة البيطارية لأيام العيد. في هذا الخصوص تم إصدار قرار ولائي ممضي من عند سيد الوالي ولاية الجزائر، أين تحدد فيه قائمة لنقاط بيع المواشي أضحية العيد. دوك هذه الأماكن عندها مجهزة بالماء والأمن ويعني خاضعة للرقابة الصحية البيطارية. يبقى تأكيد على ضرورة احترام شروط الحفظ الجيد للحوم أهم معادلة سلامة الأضحية بعد الذبح. إذا مشاهدينا كما كنتوا تشوفوا هذا التقرير حول يعني مراقبة المواشي وباش يعني تكون سلامة المواطن. سيدة الكحل نجي عندك، شفنا هاد ظاهرة التعفن في السنوات الأخيرة ثلاث سنين ولا أربعة ما كانتش كاينة زمان، يعني ما هي أسبابها؟ لتفادي هاد الظاهرة. نعم. Donc, on a commencé un travail, ça fait longtemps. Donc, درنا كاين أماكن مرخصة لبيع المواشي. نقاط بيع مرخصة. إحنا عندنا في ولاية الجزائر ديجا 127 مكان مرخص، ومن بينه 13 مكان مرخص اقترح من وزارة الفلاحة للتنمية الريفية. Directement avec le producteur, le consommateur. Donc, ça va aider les gens à acheter les points à Douma. بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للفلاحة ومديرية الفلاحة لولاية الجزائر. ويا دي فيتيرينير وهاد الأماكن مرخصة وتكون تحت سو تخرج في استدير قرار ولائي. نعم. لولاية الجزائر، وكل مكان مرخص فيه شروط، شروط وقالها الانسبكتور فيتيرينير د الولاية دالجي. المكان المرخص هدايا اللي يخرج في القرار الولائي يكون فيه كل شروط النظافة، الماء، وكاين المراقبة الصحية. Donc chaque point de vente fait les vétérinaires qui sont sur place qui surveillent. كيف نعم كلام كبير، كيف المواطن يعرف باللي هذا مراقب وهذا لا؟ كاين كاين او في القرار الولائي. نعم. يخرج في القرار الولائي. وكاين بياطره، كل مكان مرخص فيه بيطري. دونك مراقب من طرف البيطري يلقاو سور بلاس لي فيتيرينير. ديجا حنايا اون ايت ان تران دو فير لا تورني سور لي بوين دو فونت. دونك يلقى ديجا ميم كي يشري الكبش تاعو او يلقى اون دون يجي يسقسيك المواطن. دوكا اي لي كونسيون يل دوموند اي لي تري كونتون دو فوار ان فيتيرينير سور بلاس. وهل عندكم نشاط للبيطري كيما اليوم يوم العيد؟
عندنا نشاط دونك نكمل راكي معانا اليوم هنايا كاين دونك يا 80 فيتيرينير qui sont réquisitionnés au niveau de la wilaya d'Alger, 12 au niveau de la, des abattoirs. Il y a 3 abattoirs dans la wilaya d'Alger. Il y a l'abattoir de l'Harrach, il y a l'abattoir de Kelitous et la tuerie de Zeralda. وكاين 12 فيتيرينير موزعين عبر المذابح البلديات وكاين دو بريغاد موبيل من لا ديريكسيون دي سيرفيس اغيكول دو ولايه دالجي كي فون بارتي دو لانسبكسيون فيتيرينير كي سون كي فون لا تورني عبر ولايه الجزائر كاين اون بيرمانونس او نيفو دو لا ديريكسيون دي سيرفيس اغيكول دو ولايه دالجي وين كاين فلا بيرمانونس ان فيتيرينير Ou qu'il y a aussi 3 vétérinaires Flawilaya d'Alger réquisitionnés. C'est des vétérinaires privés Flawilaya d'Alger. Et aussi les vétérinaires, les 80 vétérinaires qui sont réquisitionnés, ils trouvent le makatib Nadafa lil Beladiyat. Ils sont sur place. Ou ils diront la tournée تاعهم, la tournée après de Bihay Doro. ديجا كاين حنا عندنا مشهورين بالذبح الجماعي دونك عندنا لي بوين اللي يذبحوا فيه دونك نديروا لا تورني في وين يديروا الذبح الجماعي فوالا دونك اون دون دي كونساي اي لي جون يزاتوند ما هي الاعراض يعني اللي لما نشوفوها نقولوا هذه الاضحيه يعني غير صالحه للاستهلاك par exemple يشوفوا ان كاركاس حمراء بزاف صفراء يشوف روج حمراء بزاف ولا الحمراء دي لا كاركاس فيفروز لا كاركاس اكتيريك كاين بزاف الاخر وكاين ثاني في لي زورغان نقولوا في الكيس الناس يخافوا الكبده كاين دي فوا سي با لو كيسيداتيك سي دي بتيت تاش هكايا سي دي بتيت تاش ساتوش بلانشات ميم لو بومون اي تو كون c'est superficiel il dire un parage barkou ينحيها mais quand c'est profond c'est yarmiha donc ça se voit باين كي يبدا يقطع باينه sinon il y a les vétérinaires ami diru la tournée ou kayn في المذابح ou kayn في مكاتب النظافه ami diru la tournée il a ma jach ma lqach ou la le temps li jay ينحي يلقى هذاك il va se déplacer surtout l'abattoir l'abattoir راهم تما parce que kayn اقبال كبير من طرف المواطنين للمذابح فوالا شكرا لك قولي لي تبحي الحمد ديال الطبيب جوزيل وما بساوي ولا شريتي على نقاط لا لا عليهم انا شريت على نقاط البيع هذوك خلاص هما تاعهم راهي باينه يعني الناس انا كيما انا وحده ما على باليش منين يشرو ولادي باسكو ولادي هما اللي يروحوا يشروه مع باباهم دونك دونك يشدوا الولايه سا ديبون كيما هذه الخطره جابوه لنا من بوسعاده دونك ما على باليش اسكو جاز على البيطاري اسكو جاز يعني لازم تكون عندنا هاد الثقافه نتعلموا نروحوا لي بوينت فونس لازم بعدا كي ندخل للدار نعيطوا للميدسان تفضلي تفضلي قالت بوسعاده دونك سي اون اوتر ولايه دونك دو توت لي فاسون ميم لي 13 بوين كي اون ايتي ديزيني بار لو مينيستير دو لاغريكولتور ان كورديناسيون افيك لا شامبر ناسيونال دو لاغريكولتور اي لا ديريكسيون دي سيرفيس اغريكول هادوما سي دي بوين اللي داروهم هنا في الجي دونك كي يجوا الموالين من الخارج من الداخل تاع الوطن بلو سود اي تو كي يجوا يروحوا لا شومبر تاعهم دو ولايه يروحوا دونك سي يا اون كورديناسيون دونك يروحوا لا شومبر دو ولايه افيك لا كارت ديلفور ويعطي ديليفري ولو ان سيرتيفيكا كي اكومبان لي بات تاعو ويجوز ويجي لهنايا يعطوا له المكان تاعو دونك سي اورغانيزي يعني نعم من فوالا يروح يشريه ديريكتومون في لا ولايه تاعو بالذات يعني ماشي حتى في الجي في لا ولايه سي لا ميم شوز شاك ولايه سي سا في بارتي دو مينيستير دو لاغريكولتور دونك نظلموا كاع فوالا فوالا تخي دونك صافي الكبش تاعي راه مجوز وسي بون انا ناكل صحتي انا نزيد نحكي نعاود ندخل على 12 باش ناكل خلاص نجي معاك مدام وما تاكليش حتى نكونترولي روحي تاكلي مرحبا بك الله يسلمك قولي لي الكبش وقتاش تقطع انا هذاك النهار ولا نو غدوه من داك اوبليجي الكبش باش ينشف لازم هذه عادتنا من زمان من زمان داك الكبش وقتاش تقطعوا والله ما على بالك مازال ما دخلش في هذا الميدان لا عندنا واحد العاده بكري مخلينا بكري غدوه من داك الصباح نحو الكتف الايمن الايمن يقول لك يشوفوا عليه العام هذه بكري خلاوها انت اذا في ذاك يشوفوا يديروا عشاء
ما الغدوه يقطعوا في النهار الاول الحفل الايمن. نتعرفوا على بعض العادات. قولي لي يعني ما هي الطريقه ولا يعني الوقت اللي هو الصحيح نقطعوا فيه الكبش؟ الكبش كاين بزاف يقولوا لك سخانه نحو تمتم يذبح وينحي الفريجيدير الوغ سا نو نورمالمون الكبش من بكري انا نشفى افون ديتر فيتيرينا يقولوا ينشف الكبش. هذه هي سا سابيل لا فاز دو ماتوراسيون. La phase de maturation, où je m'enlève, c'est-à-dire là, c'est la transformation du muscle en viande. C'est-à-dire qu'il y a des processus en machinisme, c'est des trucs physiques ou chimiques, c'est-à-dire où il est le pH basique, où il sort de matière, où il sort. Donc, ben, il y a où il est le goût, il y a où il est une viande. D'accord. Voilà. Donc, le kebab qui te débarque ou qui te slaque au camel. نحطوه دونز ان اندروي وين ما كاش لو سولي وين كاين لي كورون دير ما نحطوش في السميشه نحطوه مي لي يفو حتى الغدوه من داك فوالا كيما قلت لك هذا يقعد اللحم باش يقعد خي ويقعد شباب يقعد شاد روحو مليح بنين بين الركب لازم اللحم ماشي غير هذه كاين ثاني مقبل الذبيحه يلفو 12 اور دو ديات هيدريك بور لو موتون وي موتون لازم نصوموه نعطولو الماء 12 ساعة مي الماكلة نحوها له مي بوكوا ديفونس برك هذيك لا كونتيتي اللي تكون في لي زابا نعم ما خلوهش ياكل باش نيفيتي هو هذاك لا بور فيدي سي سا 5 سور 10 Ah non, c'est 5 l'ochrène. 5 l'ochrène, tout simplement, c'est pour éviter les bactéries l'estomac et le muscle. Ah, donc c'est ça, pour éviter les contaminations bactériennes. Voilà. اللي مازال ما ذبحوش راح يذبحوا نهار ثاني ما تاكلوهمش اليوم. لا غير اللي ناكلو. Et voilà, c'est ça. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Oui, c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. Un point profit. Aqilou le ma, aqilou le ma. Aqilou le ma, aqilou le ma. La, la, ma t'aqilou. Nous d'aqilou. Ou d'aqilou, c'est ce qu'il y a qui dit. C'est ce qu'il y a. 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 Bien sûr. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. تلمون بغيك سنكريفي عليك بحنان تي نردك عندي سنتيمون باللي تبغيني وتخاف عليا صابر عليك مالغري اللي فيك مالغري قباحتك سيبا المومون به نحس بك مازال شوية تلمون بغيك سنكريفي عليك بحنان تي نردك عندي سنتيمون باللي تبغيني وتخاف عليا صابر عليك ما قري اللي فيك ما قري قباحتك سيبا المومو بهم حاسمك مازال شوية نمرض ونتغبنا نحملها ونخبي نكذب عينيا ونأمنك انت يا وندسها في قلبي يا نبكي ونتمحنا نمرض ونتغبنا نحملها ونخبي نكذب عينيا ونأمنك انت يا وندسها في قلبي Sacrifie عليك بحنا نتي نردك عندي سنتيمون باللي تبغيني وتخاف عليا صابر عليك مالغري اللي فيك مالغري قباحتك سيبا المومون باه نحاسبك مازال شوية قلبي عشاق ولفته وداق توبلي ما تخيبنيش ما يقدش الفراق يضيق ويشتاق لا لا ما تغبنيش قلبي عشاق ولفته وداق ما تخيبني
حلوة هي على جال هوا نستحمل ونزيد اليوم وغدوة نصبر ونتكوى وكل عشق جديد هالمرة تولي حلوة على جال هوا نستحمل ونزيد اليوم وغدوة نصبر ونتكوى عشق جديد تلمو نبغيك سكري في عليك بحنان تنرفك عندي سنتيمون باللي تبغيني وتخاف عليا صابر عليك ماجري اللي فيك ماجري قباحتك سي با المومون باه نحاسبك مازال شوية شكرا ميرسي بوكو سيهان ميرسي سلمك. إذن مشاهدينا الآن نروحوا لبعض الإهداءات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الزميلة الصحفية بقسم الإنتاج سارة قماس تتقدم بأجمل التهاني لكل الأمة الإسلامية خاصة والديها الغاليين وعلى القلب دون أن تنسى كل عائلتها قماس وعائلة زوجها حميش فردا فردا. الزميل ضياء الدين زياري صحفي بقسم الأخبار يتقدم كذلك أحرى التهاني لكل عائلة زيار ودون ما ينسى الوالدين والإخوة وعائلة زغبادي وكل الأصدقاء والأحباء. فيها زميلة أحلام مغزوز صحفية بقسم الأخبار بأحر تتقدم بأحر التهاني لعائلة مغزوز وخاصة الوالدين الكريمين والأخ الغالي وعائلة عطاء الله بالمرادية. زميلة حليمة شعيب بقسم الإنتاج تهني كذلك كل عائلتها بولاية تلمسان وطاقم نوميديا تي في. فيها الزميلة قصراوي صالحة بقسم الانفوغرافيا تقدم هي الأخرى أحر تهاني والتكبيرات لعائلتها وخاصة أبوها وأمها علي ونورا وأخواتها منير ولينا ومنال وهدى وسلمى وتقول لهم جوزان بوكو. إذن مشاهدينا الآن راح نروح إلى جانب آخر من النقاش يعني فيه ظواهر سيئة نشاهدوها في خلال العيد الأضحى هي انتشار الكبير للنفايات بقايا المواشي وكذلك مخالفات ذبح الأضاحي في الشوارع وعلى الأرصفة خاصة في الأحياء الشعبية وهذا يكبد عمال النظافة يعني يكبدهم مشاق كبير في سبيل تنظيف الأحياء وخاصة أنه رانا في فصل الصيف وهذه الحرارة تؤدي يعني إلى تحلل أو الحرارة المرتفعة هذه تؤدي إلى تحلل هذه البقايا بسرعة. نروح نشوفوا هذا التقرير اللي أعدته زميلة لويزا حمد ونعود نوليو. بتعليق هذه الذبائح يكون أصحابها قد انتهوا من عملية نحر أضاحي العيد مستعدين للاستمتاع بما لذ وطاب منها، بينما الحال ليس كذلك للجميع، فهنالك من يستعد في هذه الأثناء للالتحاق بمكان عمله ومزاولة نشاطه. إنه حال عمال وحدة النظافة التابعة لمؤسسة نتكوم، برنامج خاص وإجراءات عديدة قامت بها مؤسسة نتكوم للتخلص من مخلفات عملية النحر وكسب رهان عاصمة نظيفة. أيام العيد مش كمال أيام اللي فاتوا، أيام العيد كما نقولوا مور صلاة العيد نبداو نستناو الغاشي اللي يذبح اللي يذبح ويخرج النفاية تاع الأضحية تاع العيد نردوهم. بالنسبة لمؤسسة نتكوم عيد الأضحى هو ارتفاع كمية النفايات بصفة جد معتبرة لتمرم 1500 طن في اليوم تلحق حتى 3 أضعاف ولا 4 أضعاف من الكمية المنتجة يوميا. وكاين عامل آخر تاند هو نوعية النفايات، كاين كمية النفايات ونوعية النفايات. النوعية تاعها هي جونغ دي ديشي تيب دافاتواغ، نشوفو الهيدورا نشوفو الدوارة
لي بوما كلش يعني عندها ميزة خاصة. من جهة أخرى يعتبر المواطن طرفاً مهماً لكسب هذه المؤسسة الرهان عبر رفعه للحس المدني، فهو مدعو لوضع يده بيد هؤلاء العمال. وكان يعني مقارنة بالسنوات الماضية كان هناك، أنا نشوفه بلي كان هناك حس مدني المواطن، كان إن بريز دو كونسيونس دوكا المواطن راهو يتجاوب مع كل مشروع تاع نظافة. درنا الفرز الانتقائي للنفايات، كانت هنا في بعض الأحياء كانت هناك الاستجابة جد مهمة، وضعنا تحت تصرف المواطنين أرقام هاتفية اللي هي 021-65-35-32 أو المحمول 05-55-07-93-13 ولا عن طريق سيت البريد الإلكتروني www.netcom.dz. وعندنا أيضا إن باج فيسبوك للمواطنين، رانا في الاتصال مباشر معهم ومام في خلال هذه المرحلة تاع العيد. هم رجال التزموا بدورهم على أكمل وجه عبر سهرهم على التخلص من تراكم النفايات والأسبال المترتبة عن الأضاحي من أجل قضاء عيد أضحى نظيف وصحي، مضحين بالأجواء العائلية المتميزة في هكذا مناسبات. نشكر لويزا حمد على هذا التقرير. سيدي نعود نولي عندك، يعني فيه خدمة كبيرة نهار العيد. نعم خدمة كبيرة، وحنا قبل العيد بواحد الأسبوع نحضروا نسخروا لهذا العيد مواد بشرية ومادية، ودرنا حملة تحسيسية للمواطنين باه كيف يتعاملوا مع البقايا نتاع نتاع الأضحية، البقايا العضوية والجلود بإضافة الملح للجلد، ويحطوا باه مع السخانة، رانا في فصل السخانة تكون بزاف باه ما يتحللش، ما يمدش روائح كريهة لا للشارع ولا للأهل اللي ساكنين تما. احكي لي شوية كيفاش تقضيوا نهار العيد مع العمل؟ احنا صباح نوضوا بكري، نجوا الربعة نتاع الصباح نبداو الخدمة، دايرين بالتناوب نخدموا حتى 48 ساعة ما نحبسوش. 48 ساعة؟ ايه بالفارغ. قال الصباح هذو يخدموا من الربعة نتاع الصباح حتى الوقت الذبيحة، وهذو نمر الذبيحة، المهم اليومين هذوك نسخروا لهم جميع الآخر. وحنايا المشكل اللي نتلاقاو نهار العيد مع الناس اللي ما تتبعش النصائح نتاع الامعاء نتاع الكبش، ما يديرهمش في اكياس منظمه ومحطوطه بها، حنا تساعدنا في العمل تاعنا. نعم. ما نلقاوش الريحه من نهزوا الناس تذبح وتلوح هكذاك عشوائيا. كاين ناس ماشي جميعا، ناس اللي منظمه وكذا تلقى امور منظمه تجي العمليه سهله، كاين الاماكن اللي فيها السكان بكثره الاحياء الشعبيه يذبحوا هكذاك جماعيا، خاصه اللي ساكنين في لي زابارتمون في الشقق ماشي في الارض. كاين اللي لازم يذبح برا، يذبحوا برا سيتي ولا ما شاء الله يعني. كاين اللي سيت ويسيقوا من بعد، وكاينين ناس يعني ولا كاين ناس يخلوا هكذاك نسبه منهم يسيقوا. وشنو هي يعني السلوك البلديه تساهم في هاد تسربي لهم اكياس تاع لهم اكياس خاصه بالامعاء، اكياس خاصه بالجلود، يعني راكم تقولوا لهم سقوا مبرك روحتيكم خاطر لا انت انسان، انت راك معيد والانسان خدام بالطبع مصباح مش مع وليداته وسخانة ويخدم، وإحنا خدمتنا كل واحد ويربي وتقعد يعني النظافة من الإيمان. أنا ما نرميهاش اللي يرميها أنا بوما. والحمد لله إحنا رانا زايدين نطور ودركا بالطبع، ما بقاش الجزائر راح إن شاء الله تولي إن شاء الله بجميع المجالات إن شاء الله. نعم الحمد لله ذاك. كيفاش قولي ما هي سلوكات يعني اللي تشوفها هكايا تشوفها نهار العيد؟ إيه نشوفوا كاين وخاصة الغير طبيعية الغريبة. غير طبيعية أنت يا مكاطريا مكاطريا يرمي واحد تقول له الجلد ديلو الملح يقول لك انا يرميه ويلوح هو بالدم نتاعو. الجلد عاده قديمه الملح يديروها هذه احنا بكري الهيدوره يديروا لها، مي دوكا الهيدوره يرفدوها يرموها ما يديروش لها ما يديرولهاش ميم با الملح. اي كيما راه تقول اختي كان احنا بكري تكون هيدوره شابه دير لها الملح ونقعدوا عليها العروس، احنا بكري كي تكون العروس هذا تقعد فوق الهيدوره يدوها في تخوسو بالحنه وبالعطر. نطلبوا من المواطنين يعاونوا العمال خاطر احنا رانا احنا ننظفوا وهما العيد نتاعهم يفوت مليح. نعم. وولادهم اللي يلعبوا ثم والناس اللي يجي لهم الاخرين يعني منظر جميل يعني. ياسر غاوي
باسكو هذا اللي يخلي قدام باب داره ولا في حومته راح تولي ليه الريحه راح تولي ليه الريحه والامراض ولادو هو اللي راح يمرضوا يعني لازم يخمم على عائلته وجه الحي ولا وجه الانسان اللي ساكن تم نعم واش رايك دكتوره في هادو اللي يرميو نف نيمبورتو احنا يا دو توت لي فاصون كي نجوزو هكا نوعوهم ثاني نديرو دي فوا دي زابي نقولو لهم الطرموش باسكو سي احنا تابعين بليزور توت لي فيتيرينير اللي سون دون نيفو دي بيرو ديجيان كومينو دونك اون في دي زابي كونسيرنون سا لي نوعيو الناس على المحيط تاعهم نقولو لهم ما ترموش اون فوا كملتو ديجا كي ندورو هكا كنديرو لا تورني نقولو لهم ارمو هذاك لي ديشي تاعكم داخل دي ساشير رفدوهم ملحوا الهيدورات تاعكم نورمالمون يا il commence à répondre à ce qu'on est en train de leur dire donc كاين une nette amélioration voilà قولي كيما راهي تقول الاستاذه كاين يعني راكم تشوفوا في فرق من عام لعام تحسن لا لا تحسن وسلوكات تاع الناس بدات توعى بدات تحس باللي المسؤوليه تاع الحي مسؤوليه البلاد مسؤوليه الوجه الجزائر الناس يجونا اجانب يشوفوا الجزائر تكون نقيه الحمد لله احنا الجزائر راح المستقبل زاهر عندهم ان بو دو فيرتي أكرم أنت اللي راك تجي غاغمون للجزائر ولا كل مرة تغيب وتدخل للجزائر هل راك تشوف يعني فيه تقدم فيما يخص النظافة؟ شوي توتالمون كونتر Surtout la capitale, comme tout à l'heure on en parlait avec la dame, c'est vrai que c'est très 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 sale. Après c'est les gens qui. Mais après c'est pas faut pas mettre la faute que sur les gens, parce que dans un pays comme Allah Ibarak, on n'a pas des poubelles dans tous les. أبخي لازم كل واحد يخدم خدمته. Voilà, exactement. الشعب ما يرميش وال. Il n'y a pas de camion qui passe aussi pour, pour ramasser un peu les déchets. قولي تعيش شكرا أكرم قولي تعيش واش توصي هكا يا الناس اليوم في العيد باش يعاونوكم في النظافة؟ لا واش نوصيهم حنا يتبعوا التعليمات يديروا لنا في أكياس منظمة ويحطوا في الأماكن المخصصة للنفايات وهل فيه كلام كبير وهل فيه وقت باش يخرجوا فيه؟ بعد الذبيحه الناس قعدت خرج برا تسقم اللي سقم الهيدون هذا الملح الامعاء هذه يديرهم في اكياس يحطوهم يسيقوا المكان من الدم الاماكن اللي نحطوا فيهم ما يكونوش من ذاك نلقاو السيارات راكنه في مكان النفايات هي نورمالمون افون ميدي يخلص كلش أو ميدي خلاص كلش يعني كل حاجه تنحط في بلاصتها في اكياس اكياس مخصصه لكل وباكي بيان سور يجوزوا عمال النظافه اللي النظافه وحنا نخدموا 24 ساعه 24 ساعه يقدركم يعني فريمون والله ربي يقدركم يعطيكم الصحه سي با فاسيل يعني ماشي حاجه سهله ماشي انسان واحد معيد وواحد يخدم فيه اكرم ماك شنو عندك جديد راح يخرج نعم جي دو مورسو كي سون سورتي دون لا كوبي لا دي جي كيم كي سورتي جو كرو يا كيلكو جور لا اي شو انتري دونجستري با مال دو مورسو Donc avant j'envoyais single sur single et là je suis sur mon album inchallah. Inchallah. Il va sortir cette année inchallah. Inchallah. Siham, واش عندك برنامج في هذا الصيف؟ بون عندي البوم جديد ان شاء الله باسكو عندي بزاف ما خرجتش البوم وحنا مع البوبليك تاعي راهو بزاف يحوس على الجديد ديالي غيسامون خرجت لهم تاع الجيري كون درتها مع رضا رايس وعجبتهم بزاف بزاف فوالا فوالا دونك ودرتها افون مع ميلانو دونك حال الحمد لله يعني نجحوا هاد لي دو شونسون ودرك راني نوجد في الالبوم تاعي الجديد يعني ما بقاش بزاف يعني ايام قليله واحد نقول لك واحد مر العيد ان شاء الله ولا فوالا مر العيد واحد 10 ايام هكا كي نتلقوا ان شاء الله ان شاء الله سهام اهداءات لحقنا للنهايه فوالا يعني لحقنا للمسقي لحقنا لي وبالك تنسيك شي واحد يعني نسيت تسمحوا لي الله غالب الله غالب بون بيان سور نبدا بالام تاعي ربي يخليها لك نعم وربي يخليها لي بيان سور لوليداتي بيان سور ربي كيما يقولوا ربي يخليهم لي ان شاء الله ويكملوا النجاح النجاح في القرايه تاعهم بيان سور للزوج ديالي لشيخي
الوساتي بيان سور لا فامي رمانه تو الموند حباباتي بيان سور ناس بوسعاده حباباتي من بوسعاده نحييهم بزاف بزاف نحييو كذلك ناس بوسعاده فوالا حبيبتي دليله مع وليداتها بيان سور حباباتي خديجه راديه عمك دوكا على ليست كبيره وما تخلاش دونك واحد بواحد قول كيف ما قال اختي اللي في مارساي بيان سور مع ولادها وراديه والزوج تاعها خواتي خاوتي بيان سور اللي في ليون اختي اللي في مونبوليي تو الموند قايتك حبابي لا فامي عمتي عماتي عمومي شكرا نعم تو الموند نقول لهم عيدكم مبارك ولاد حومتي بيان سور ناس عين نجا وناس الجولف نقول لهم عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير اي مي فان بيان سور نقول لهم عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير انتم بيان سور طاقم نو ميديا يعطيكم الصحه الرجال الخفاء بيان سور نقول لكم عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير سلم بزاف على باباك رشدي بيان سور يعني بابا راه معروف الفنان تاعنا رشدي يقول له والام تاعك وخاوتك كل عام وهما بخير بيان سور لي زانفيتي تاعنا شكرا لك شكرا لكم شكرا اهداءات J'aurais aimé qu'on parle beaucoup sur l'aid, mais non. Bon, ce qu'on a parlé déjà, c'est suffisant. Oui. Inch'Allah, il t'a dit qu'il y a ce qu'on a. Inch'Allah. Bien sûr, on a commencé par ma famille, mes enfants. Donc, on a dit que mon frère Samir qui est à Bebersen. Mon frère Kader qui est à Montréal. Cette année, il n'a pas passé l'aid maintenant. Bien sûr. Voilà, et toute ma famille, mes amis de la direction des services agricoles, l'inspection vétérinaire de la wilaya d'Alger et mes collègues du ministère de l'Agriculture. Ainsi, la circonscription administrative de l'Haraj en Koulam Sahaïdkom. Shukran lik, shukran akram, ihtaat, liman tqoul sahaïdak. Ma mère. ما غرمير اللي راهي مريضه مسكينه نقول لها ربي يشفيها وكذلك نقولوا لكل المرضى يعني ربي يشفيهم ونقول لهم صحه عيدهم تفضل لافامي كل المرضى نسينا باش ما تنسى حتى واحد نعم تفضل اهداءات العائله نقول صحه عيدكم الاب والام والزوجه والاولاد نتاعي ربي يخليهم لك والعمال ناتكم صفة خاصة حنا تاني نحييهم ونقول لهم شكرا شكرا على كل المجهودات اللي قوموا بها نهار العيد وفي الأيام يعني العادية أيضا وصحة عيد الإذاعة هذه نوميديا إن شاء الله يكون صحة عيدهم كاع شكرا لك تعطيك الصحة أكرم تفضل تقدم لنا أغنية Je te prends dans le cœur jusqu'à ce que je meurs. Algérie, ami, amour, t'es qu'une belle fleur. Tu fais tellement honneur. Bledi, tu m'offusques. Ce que le clore de l'Arabia. Al-Moussi Ali, qui est Bledi. Bledi, pour ton âge, ton rime.
خضرا واقفين ربي يستر من العين نجمة وهلال عربية الموت عليك لا تشيري وراي شتلقي ما فيها عربية موت عليك يا بلدي ديديكاس بوغ رياض ايمينا صغيرة سانس بلي كايس مرحبا بكم من جديد واللي التحقوا بنا اللحظه رحبوا بهم ونقول لهم صحة عيدكم وان شاء الله تعيدوا بالصحه ولهنا مشاهدينا كما راكم تشوفوا هذا البرنامج فرحه عيد راه متواصل معكم طيله هاد الصبيحه كما راكم تشوفوا ايضا التحقوا بيا ضيف جدد السيده عايده عبابسه مرحبا بك صحة عيدك اهلا وسهلا اهلا بجمهورنا الكريم عيد مبارك لكل الامه الاسلاميه طبعا احنا هذه الفتره راهي الاعياد تتوالى في بلادنا بسم الله ما شاء الله بعد النجاحات تاع البكالوريا وبعد لاكوب دافريك دخلنا على العيد الاضحى المبارك فهنيئا لهذا الشعب الرائع الشعب الجزائري هنيئا لكل الامه الاسلاميه هنيئا لكل المتفرجين في كل ربوع البلد تحيا الجزائر شكرا لك شرفتينا وكذلك سيدة خداوج زياري رئيسة جمعية دارنا للتراث مرحبا بك بك وهلا يسلمك وعيدك مبارك كل عام وانتم بخير الله يسلمك تعيشي شكرا لك شرفتينا وسيدة الدكتورة ليندا أمنية إيدير أخصائية تغذية وطب تجميل مرحبا بك مرحبا بك ميرسي يعطيك صحة عيدك صحة عيدك كل عام وانتم بخير الله يسلمك تعيشي وكذلك سيدة بولحية سيلة مقدمة برامج الطبخ سعيدك سعيدك حبيبي صحيتكم كامل وصحيتك كامل الجزائرية خاصة واللي راهم في الخارج كذلك نقول لهم صحيتكم تعيشي شكرا ميرسي بوغ لافيتاسيون ميرسي ومشاهدينا الكثير من الفتيات دخلوا القفص الذهبي قبل حلول عيد الأضحى الأمر اللي حطهم أمام امتحان تنظيف الأضحية وطبخ الأطباق التقليدية مثل بوزلوف دوارة إلى آخره لكن هل كل العرائس راح تنجح في هذا الامتحان؟ سارة قماص نتابع تحيي العائلات الجزائرية عيد الأضحى المبارك بكثير من النشاط حيث يتجند جميع أفراد العائلة لذبح وتنظيف الأضحية وتدخل السيدات في مرحلة سباق مع الوقت لتحضير أصناف مختلفة من الأطباق الخاصة بالعيد غير أن هناك من السيدات من دخلن مرحلة سباق آخر يأتي لإثبات مهارات غسل الدوارة وتشويط البوزلوف ويتعلق الأمر هنا بالفتيات اللواتي دخلن القفص الذهبي مؤخراً يوم الامتحان يكرم المرأة أو يهان هما يختبروها وحتى هي تختبر المعاملة تاعهم كيفاش وان جينيرال حنا عندنا العروسه كي تكون جديده حنا في العيد الكبير نذبحوا اكيد تعرفي الدواره تحرحيره تشواط تاع بوزلوف والطفله ديجا كي تكون جون في تتعلمها لازم تعلم هاد الحوايج في دارهم دونك لا يفو توجد روحها قبل باسكو على بال بحال تجوز عليه تجوز عليه فيه دواره فيه تقدري تقولي كيما العجوزه هذه هي تكونترولي ادوات السداحه تقريبا تجد أغلب المتزوجات حديثا أنفسهن مجبرات على إثبات قدرتهن في الطبخ من أجل إرضاء حمواتهن ونيل إعجاب أزواجهن. كاين شي عجايز اللي يديروهم إكسبري بالعاني يديروا ذاك الشيء، ألور بناتنا احنا الحاجة الأولى اللي نديروها لهم نعلموهم كيفاش ينقوا البكبوكة. والبكبوكة كاين عفسة فيها لي سبيسيال تاع العروسة، نقولوا لها طلاقات النساء. كاين شي بلايص يقول لها طلقات النساء وكاين كيما حنا من جهه تقليعه وتيبازا وكاع نقول لها بنيقه عايشه الور البنت اللي ما تكونش تنقي هذيك العفسه هي لي ستوما البنت اللي ما تعرفش تنقي هذيك العفسه نقدروا نقولوا لها ما تزوجيش يبقى القول ان الطريقه الوحيده لحفظ ماء الوجه هو تعلم تقنيات تنظيف الاضحيه واسرار الطبخ من الامهات قبل الاقدام على خطوه الزواج والتعرض للنقد اللاذع للحماه والزوج
نشكر سارة قماص على هذا التقرير. سيدة عايدة، الكثير من الناس يتهموا يعني راح نبدا بك. دوك نقول لك علاش راني نضحك. تفضلي. باسكو انا جاهله في هذا الموضوع، يعني راح تساليني. ما تشوطي ما تنقي الدوار. شوفي جو نسي باسكو سي تشويت البوزلوف، جو سي باسكو سي نظرا لظروف معيشتي. نعم. يعني عشت بزاف في الغربه اي تو بون كي كنت صغيره سي بون كنت نيتي اون فامي بيان سور سيتي ما مير مي سور مي سور ايتي بروفيسيونيل في هادشي ولكن انا جي توجور ايتي اون فام تري اوروبيان تري Je sais pas comment vous expliquer, donc on va donner la parole. Il y a un arrêt de la Hinijal. واش رايك؟ عطينا راي. واش رايك؟ يعني يقولوا البنات تاع دركا كامل يتهموهم، يقولوا ما يعرفوش يشوطوا، ما يعرفوش ينقوا، ما يعرفوش يطيبوا الاطباق التقليديه. باسكو دوك نقول لك علاش، باسكو إليا كاين تقدم. فهمتي؟ إليا بيان سور كاين تقدم. دوك قعدوا البنات اللي هما يا دي في باغ اكزومبل تري انتيريسي بار لور نيفو انتيليكتويل، إل سون بليس انتيريسي ا تيرميني لور زيتود كي يروحوا يشوطوا البوزلوف. Which is normal. Donc, mais il y a des femmes, des mamans par exemple. Ana j'aurais, alhamdoulillah, je n'ai pas de fille parce que كنت جاهله ما نقدرش نعلمها صراحه. عندي اختي القايمه بسم الله ما شاء الله بنتها بنتها يذبحوا. مي انا جاهله في هذا الشيء باسكو عشت طول عمري برا. بون في مصر على بالك تذبحي تمدي كلش بالهيدوره بالبوزلوف بالدواره كلش. كيما في الاوروب كيما وي فوالا. دونك Je suis mal placée pour parler, je suis désolée. Mais là, on peut comme un l'akhdaoui اللي عندها العرايس الله يبارك. قولي لي واش رايك؟ بون شوفي حنا في وقتنا الحق مرنونا داروا لنا دي تيست داروا لنا حوسوا شوفونا الا نعرفوا ولا ما نعرفوش وهي في الحق الاج دو 15 ans دخلتنا يما لا كويزين مالغري لو ليسي كنا نجي ولو سامدي ايه دخلي الكوزينه تعلمنا بصح انا شخصيا عري وساعتين هاللي جبتهم انا نحب نهار العيد عروستي تبدل وتزين وتجي تقعد قدامي يعطيك الصحه الله يبارك لا للشالومو كاين الناس يزلفوا هكذا سبيسيالمون حاطين في الزنقه ويزلفوا يجيبوه لك مزلف حنا غير نغسلو باغ كونتخ دواره نتعاونوا انا ولا باغ اكزومبل هي العيد الكبير معاونه العروسه الكبيره ولا كيما نقولوا حنا مي اللي يكونوا عرايس صغار ما نحبوش طبعوهم للحاجات اللي صح انا في بالي هذا راي شخصي ماشي طبعيهم زعما راهي دار الدار الاسوم الا في دارها وحدها الا في دارها وحدها سي سون بروبليم بصح انا من العيد للعيد يجيو يجوزوا العيد معايا وولادي كاع يذبحوا عندي بسلام كما يقول لك المعونة تغلب السبع وديار الكبار يذبحوا ربعة خمسة عائلات ولا ماشي يذبحوا معايا الله يبارك صافي لازم تكون معونة يذبحوا كل واحد يجيب الكبش تاعو عندي اون كرون ميزون ان كرون جاردان يذبحوا الاولاد بسلامتهم والعازب يذبح لي ديالي بيان سور ونشدوا نكرطوا الواسمهم الكل بصح الا كانت عروسه جديده نخليوها تستنى ولا مدت يدها ماشي ولا مدت يدها فاش تمد يدها انا شوفي سكو جو بريفير انا جو بريفير يديروا دي سالاد يديروا يحطوا لي الطابل يتغسل لي الطابل هي في العائله الكبيره باش نديرها في الكتكراط الدواره ولا ما تجينيش هي في الحقيقه في العائله الكبيره كل وحده و سيدي تنقي الدواره سيدي كل وحده بصح حنا اون بريفير لي كروند بيرسون هما يديروا لي طاش الكبار هذو هما باسكو دابور ايل سون اكسبيريمونتي الصغار لازم يتعلموا تاني بيان سور يتعلموا وكيولي وحدهم يديروا وحدهم دوك وحدهم راهم كل وحده تلواسي انا ندور ليكم الو تفضلي يزيد تفضلي كان نقول لك كلمه قبل ما نعطيك رايي كانت ماني الله يرحمها تقول للمراه قد ما تطلع للقمره تحبط للقدره كاسكو سافي دير معناتها قد ما تكوني عندك طون نيفو انتليكتويل تحطي هذيك الانوثه تاعك في بيتك كي تقومي لا سينو سي با اون فام فوالا انما باش تدخل سمحي لي باش تدخل تذبح خروف لا 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 ما تقولش تذبح اون باغ دي تاش اللي يديروا دي تاش ميناجيغ فوالا اون ا توت ايتي الفي كوم نوتامون لا فام الجيريان الي تري كوني بور سا حنا كنا نخدموا ونقراو ونخدموا ونعرس بصح كان كيما دير لنا الداله شوفي اون كويزين ميرفيوزمون بيان تو مي دو لا سو روتروفي شوات الدوار لا 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 هذاك الدم في حد ذاته هذاك الدم تلقاي روحك بيان سور تقدر ديرو سي تري بيان فو فو بارلي كوم سا باسكو فوزيت بوتيتر سبيسياليزي دون لو دون لو سمحي لي انا مانيش نهضر يعني على مازال ما هضرتش على ما سبيسياليزي العيله اللي كبرت فيها حنايا كيما قالت لك ندخلوا بكري الكوزينه نعرفوا صافي انا عدو بالله كلمه كي دخلت يعني رحت عروسه رحت معلمه ديجا من دارنا نعرف كيفاش نقول المصران نعرف كيفاش نمرطوا الدوار كيفاش نشطوا وانا دايوق شوف ما نخبيش على لو كان ما ندخلش يدي في هذا الشيء نحس كلي ما ذبحتش
نحب يعني نشوط، نحب نملط، سي سكيفي لو شارم تاع العيد الكبير باسكو هذه التحرحيره هذه انا باغي نعم فهمتي هي اللي يعني هذوك لو موفمون بين العائله سي بينا دوكا كيما دوكا ندبحوا عند العجوزه ندوا الكبسه في اللوسه وحده كيما قالت لك تشوط وحده تقسموا ليتاش عروسه ما تخدميش حنا نخدموا يعني عادي نورمال كونترير كي تكون عروسه جديده اللي ما فاتش 7 ايام انا نقولها اكزاكتو تلبس وتصدر مي كي تكون كيما قلتي مقبل كلمه شابه عروسه الا سوم دونك عندك ان ماري وشريتي كبشك تقومي به سورتو شري لي كبش شري لي كبش من بعد ما تقوميش به باسكو ما يسقش في يدينا سي انت سي كيسيون تاع ساعه زوج ابري ومن بعد وهذيك هي الفرحه تلبسي الدوشي تلبسي انا نهضر على عرايس لا لا عروسة جديده عروسة ولادها باردون كي تولي عروسة بولادها هي بدات تعلم بلا ولادها هي وحده تجيب كبشه ولا تجيب براسها هي لا انا في نظري مام عندها سمانه 15 يوغ يعني سا ديرونج با دوار بوزلوك كنت تعلم بصح ماشي دوار بوزلوك في لو بروميي جوغ نقولوا دير حاجات اخرين تحط طابله بالك جات معلمه من دارهم لا لا انا لا بيل في جو فودري با كاري اون موفيز ايماج من العجوزه دير بروميي جوغ نقول لك بعد تروح تقول لمواليها تقول ما دخلتني للتكرات والهذه هذا كل واحد يقعد كل واحد ورايه اكزاكتلي سي تري بيان بون سي لي تراديسيون تاعنا سي مو مون افي سي توجور بيان دو نتعلموا كلش دون لا في سي مو مون بير شاطريني الراي مون بير مون بير نوزا توجور دي ما في تو تقراي بصح يفو تو سافوار فير ميتنون نتعلموا نديروه مي سي اون اي با اوبليجي دو لو فير tout ce que je peux dire. Voilà. C'est-à-dire, nous t'allons dans chez nos mères. Donc, moi, je trouve qu'une mère devrait apprendre ça. Parce qu'à sa fille, حبت تديرو ديرو ما حبتش ديرو ما ديروش الا كيما قالت لي حاجه عن كاين اللي يشوط لها بارك الله يشوط لها يسعدها عروستك سي دون لو تراديسيون فيرسا دون لو تراديسيون دو تو لي مسلمون كاع المسلمين يذبحوا تتعلم ديرو الا حبت ديرو ديرو ما حبتش ديرو ما ديروش سي فريمون في دارها سي جوست لو فات دو دير جو سي با فير اكزاكتومون سوف سي جوست لو فات دو دير جو سي با فير il faut tout savoir faire moi c'est comme ça il faut العادات والتقاليد voilà العادات والتقاليد عاداتنا وتقاليدنا تاني وين فام كيما تقول ماني الله يرحمها ما لازمش المراه تكون خير من الاخرى il faut tout apprendre apprendre à coudre apprendre à cuisiner apprendre à faire le bouzle fou douara ومن بعد الى عطاها مكتوبها جوزه كيما مدام الله يبارك وما دير والو ما ديرش الى عطاها مكتوبها شغل تخوف وحدها ولادها حتى تسلك راسها يعني نوليو لواحد نوليو لواحد الفكره بكري كانت يعني جهه من الكبش يقولوا لها طلقت تنسى هكا ايه تاع كان في الدواره ايه هذيك بوطناش ولا ما بانيش اسمها وي بليسي هذيك ما تعرفش بكري كان عندها اهميه كبيره طلقت تنسى يعيطوا طلقت تنسى هذيك هي سي لي مال لافي يعني هذيك يعيروا من تما الا تعرفي منقيه مليح الله يبارك اكزاكتومون يعني تاع دورك لو كان كانت بكري بصح سي تري ديفيسيل باش تتنقى سي نو يعني التركيز سي باسكو لي بليسي عايده بليسي ماشي كيما شي دواره parce que il faut pas dire il faut pas dire à le masronisme parce que tu te كمش شويه وما تتكررش il faut tempérament هكذا غير بالحلي بالوريقه لازم الورقه تتواسى و يعيطوا لها البنيقه على بالك البنيقه البنيقه طلقت النساء البنيقه ابارامون تلقوا عليها شبان سوالات نعم شكرا لكم مشاهدينا يعني من التقاليد اللي مازالت ثابته عند معظم العائلات الجزائريه ولا في مناطق الوطن هي زياره الاهل لبنتهم المتزوجه حديثا ويقدموا لها هديه يعني هديتها للعيد والتعرف اكثر على هذه التقاليد نروحوا نشوفوا هذا التقرير ونعاودوا نوليو بعد إقامة الأفراح والليالي الملاح وإعلان زواج البنت يأتي حلول أول عيد لها في بيت زوجها وهي مناسبة لا تزال العائلات القسنطينية تحتفظ بتقاليد راسخة بخصوصها حيث تحرص هذه العائلات على زيارة البنت المتزوجة حديثاً مرفقين بقفة تحمل ما لذ وطاب من مكسرات وحلويات وكذا فخذ كبش يكون قد تم حجزه عند الجزار الذي يتفنن في تزيينه هذه عادة من القديم يعني مش من اليوم برك هنا ناس خصنطينة هنا ديما يفضلوا الحاجة المليحة في الخروف يهزوا يديو على العروس كاينين المناسبات سيرتو في العيد الكبير الأضحى المبارك تاع العيد الكبير إن شاء الله اللي مقابلين عليه نلقاو جماعة اللي يجيو يقول لك أنا بيت عائلة ما تكفينيش خروف كومبلي يجي عندنا نعطيوه في خط يجي يقولوا
يدي العروس هذه هي عروس تكون عروس يديو لها وكي تكون في دار راجلها زيدوا والديها يردوا لها يديو لها يحب يدي هكا كومبلي هكا نو نص يحب يدي كومبلي وكاين اقبال كبير في العيد الكبير احنا عندنا في قسمطين هاي عندنا العاده هذه ديما كل عام نديو فخاد العروسه ويجيو الناس يكومونديو الجيكو جي دومونديوها في قسنطينه هذا هو الجيكو تاع قسنطينه هذا هو كل عام يجي يديو العروس سما خاطر ما كيفيوش في الدار يجي كوموندي وحنا نعطيو سي الكوموند يدي كومبلي يدي كارون والغاشي سما يجي كومونديو بزاف ماشي ثلاثه ماشي اربعه ماشي خمسه يدي في ثاني عيد في ثالث عيد تبقى مثل هكذا تقاليد تصارع الاندثار رغم تكلفتها الباهظه. يعني كانت هذه التقاليد في مدينه قسنطينه ونشكر زميلنا ومراسلنا توفيق العمري. سيده زيارين نولي لك يعني تقاليدنا مليحه وجميله والهدف منها يعني الحفاظ على صله الرحم اكيد وان قربوا الاسر من بعضهم وزرع الفرحه في قلوب العائله لكن ما تشوفيش انه يعني الغلاء المعيشه ولا ينحي شويه يهدد استمرار هذه التقاليد لما يروحوا يزوروا بنتهم ويدوا لها ماشي نعم. ماشي غير شويه خاطرش المعيشه راهي على قد حالها وكاين الناس اللي يلحقوا كاين اللي ما يلحقوش كاين اللي عنده الله يبارك يذبح بالزوج لتكباش ما يغبنوش يدي ويدي لولاده ولا بناته كامل يدي لهم كاين اللي ما يدي بكبش لبنته يديه لها واش يدوا واش يدوا في مدينه القليعه يديوا العروسه الجديده طابق يعني سواء التحتاني ولا الفوقاني سواء كتف ولا فخذ ولا ويديوا سليوه تاع حلوى جو سي با كل واحد واش يحب يدير واحد يحب يدير معسله ولا واحد يحب يدير تشارك ولا اللي كان سنيوه ويديو لها الحنونه حنا عندنا عاده يديو الحنونه للعروسه الحنونه هذيك الحنونه الحنونه خبزه كبيره خبزه مذكره بالفارينه والبيض والزبده ويذكروها مليح مليح تولي بات شغل شغل بغيزي ويديروا لها من بعد الخميره ويديروا لها ويعجنوها مليح مليح ويزوقوها يديروا لها البيض من الفوق يديروا لها البيض مغلي يصبغوه ويرشقوه يرشقوه حتى 18 20 حبه تاع بيض الخبزه تجي كبيره تجي كبيره بالبزاف ويديروا لها زويوشات يديروا لها الوريدات يشبعوها ويصبغوها بالبيض ويديروها في الكوشه تخرج مناره ماشي خبزه هذه العاده تاع القليعه اول مره نسمع بها انا يجيبوها القليعيين البليديين والشلاشله دوك والمدانيين والمدانيين قرب البليده كيف هيك وانتم في جهتكم واش ديروا العروسه الجديده في مواليها في العيد شوفي ولا مازال ما دخلتش بيان سور تديرها المهيبه نعم مهيبه مازال كي تكون عروسه جديده ويروحوا يطلعوا عليها يقبلوا عليها كي روح كيما راهي تقول بوما مير الله يرحمها كانت تدي باسكو انا مو جي دو فرير بون واحد كي سماريا اون اوروبيان وواحد كي مي جافي مي سور كانوا يجوا الناس دارها يجيبوا لها انا وضعي مختلف باسكو جي بوزان ايجيبسيان دونك سيتي كومبليتمون سيتي كومبليتمون ديفيرون ولكن يجيبوا تعرفي بساعات كاين اللي يجيبوا الذهب كاين يجيبوا لي كادو بلاس الكتف ولا الفخط ولا سا ديبون تاع نتاع الكبش إيه نعم ودكتوره منطقتك وين؟ انا قبيليه الله يبارك واش يجيبوا في ناس قبايل؟ با لا ميم شوز كيف لا البيض اكزاكتومون اون بارتي دو تاع الكبش اي بي ان كادو بور لا بور لا لو روي انا جي اون بيل في كابيل مواليها يجيبوا لها البيض البيض اكزاكتومون ويجيبوا اللحم بصح ما يجيبوش اللحم تاع الغلمي هما يجيبوا البقري ديبون دي ريجيون يجيبوا فخاخ ولا الفخاخ تاع البقري Voilà. Bon, moi, je, les origines d'Anna en Kabaïl, mes parents et mes grands-parents, mes arrière-grands-parents sont nés à Alger. Donc, mais on a des traditions plutôt, plutôt algéroises. Mais on maintient l'identité d'Anna Kabaïl. Je suis une Algéroise. Quand on va à la première fois, il y a les bébés ou les chawas.
هنا في سي كوم سا يروحوا يدوا لها كيما قالت لك ان كادو دي فوا ميم بوغ لا بيل مير اوسي يكبروا بها يدوا لها طرف تاع قماش ولا حرمه ولا هكذا يديروا لها فوالا ويديروا كيما قالت لك دي بون هما يديروا هذيك الخبزه بكوين يديروا الخفاف يدوا ولا دي كادو كيما قالت عايده يعني تو دي بون واش يحبوا ياكلوا كيما قلتي ماشي كاع ياكلوا بيتات الخبز مي كيما قلتي يدوا دي كادو ساك باسكو العيد الكبير معروف ماشي تاع الحلويات كيما العيد الصغير لكن حاجه فال باش تقعد بنتهم حلوه كيما يقولوا في الدار يعطيك الصحه لخداو تقولي لي وفي المهيبه واش يديو في المهيبه سا ديبون كل واحد ومقدوره واحد وامكانياته كل واحد والامكانيات يعني لازم يديو ثاني من الجزره هذيك يديو من الجزره ولا يديو العروسه كاين اللي قادرين على كبش يديو كبش في المهيبه ما هي العاده يعني هي العاده الطبقه المتوسطه سي طابق طابق تاع الحم ويديو الحلوى ويديو زمان كانوا يديو طرف تاع القماش مي دوك طرف القماش كي تديه ما عنده ما يدير لك ولا يديو ان تايير يديو لي يديو يديو فهمتي مي زمان كانوا عمرونا في المهيبات كاين اللي تبطى تبطى معطيه تعمرت فيك يعطيوها 15 حتى 20 طرف تاع قماش الوغ جهازها كاع تخيطوا من المهيبات من هذيك سورتو لا بطاطيك صحه امين ولا بطاطيك صحه دكتوره كاين اللي باش يدي المهيبه ثاني يدي اكثر من مقدوره غير باش يزوخ وهاد العروسه مسكينه يهفوها هاك شغل لا لا واش رايك واش رايي بعد ما له بيتزا كل واحد ياخذ كل واحد يوري كاين ما ملي يسلف باش يشري مهيبه ولا بون ابخي كاين البنات ثاني كي امبوز لي فيونسي تاعهم لازم تجيب لي لازم دير لي يعني ما نظنش انه ولا العريس يفهمها يقول لها ما عنديش ويفهمها وكامل ترغم عليه زعما كاين اللي كاين كل وحده كيفاش كاين تاع الولد ثاني كحب يكبر بروب كاين اللي يحب يكبر العروسه مي جوبونس كو كيما قالت لك الحجه شاكان كل واحد يجيب مقدوره مقدور كاين اللي غامان اون باك كاين غامان بناقش كاين اللي غامان دي حاجه تاع الفضه كاين كل واحد كيفاش مي حاجه ليسونسييل سي الصح هو يكبر بالطفله ويعطي لها لو فرين كادو مي جوبونس كان كادو نو سامبوز با كوتي ما ما كونسيبسيون بيرسونيل باسكو راني نشوف كيفاش العنوسه كثرت في بلادنا على هذا الشيء دونك يكبر بها ديجا كيعطيها اسمه يكبر بها ديجا صح دونك ولا بدا كل عام مسكين اون بليس كان يمالطو في الزواج وكاين ومن بعد عندنا المواسم بزاف عايده حنا عندنا المواسم بزاف 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 لازم المجتمع المدني يساهم في انه شويه صح الطفله هاد المهيبه وهاد لا دوت وهاد العرس 200 300 سي دو لا فولي خدي شوفي زمان ما نعرف ولا تشفاي لا دوجا سي بيان سور كانوا يقولوا فلانه تزوجت شكون خداها وليد من وليد من وليد من دوك لا لا عنده الطونوبيل يعرفوش وليد من لا عنده الطونوبيل وعنده 6 ملياردير منين جا ملياردير مو سافي با اي دو موا ابري اي ديفورسي دونك اي بريفيرابل يا اون تري غران جينيراسيون دانتيليكتويل اللي غير كيما خرجوا من الجامعات تو وليدي واحد منهم مانيش قادره نخطب لاختي الو لازم نروحو ومن بعد الفو المهيبه ومن بعد الفو كيما انايا مون فيس لا فايس ماريي ديك الطفله ديت لها ديت لها ومن بعد قالت لك نو سي بون جو مي ماري با اتوندي فو فو با اكزاجيري تسمى خساره خسرتك بغض النظر لا خسرت راجل هي خسرت راجل اي مي كومون ثاني انما احنا لازم نرأفوا بحالة هاد الشباب لما حابين يتزوجوا يا ناس الوضع اختلف ما راناش يعني أزمان. حقيقة كما يقول لك غلا العرس غلا 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 اختي تدي عروسة ولا غالي سي انكومونسورابل سي فري سور لو بلان ديري العشاء دوك عادوا يحبوا العشاء لي سال ولا غير من زمان كانوا العشاء على بالك بصح كنا نطيبوا حنا نتحاملوا خواتات نتلايموا زمان كنا نديروا خاصه زمان كنا نديروا في السطوح هذا سمحي يعني لا 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 انا باش نقول باسكو راهم يشتكوا بزاف يشكوا سمحوا لي يعني دخلنا شعبان في رمضان ولكن اللي بريفيرابل دون بارلي يعني يستحسن انه احنا ناخذوا بعين الاعتبار هاد الشباب اللي ماهوش متزوج شكرا لك مدام عايده اذا مشاهدينا قبل ما نروحوا الفصل غنائي فيه بعض الاهداءات واللي هي شيماء بن جامع زميلتنا بقسم الانتاج تهني كل عائلتها بمدينه قسنطينه وخاصه والدتها العزيزه سعيده
كاين كذلك شاهيناز بخبوز زميلتنا بقسم الاخبار، تقدم باحر تهاني الى والدتها الغاليه واختها دنيا والى كل عائله بخبوز، دون ان تنسى صديقتها في ديار الغربه حواء بدوي، والى كل الاحبه والاصدقاء الزميله صبرينا ديب يعني رئيسه التحرير لبرنامج وسط الدار، كذلك تهني وليدها أيوب وإدريس وزوجها عبد النور وعائلة ديب، وتقول لهم كل عام ديب ولابو أيضا، وتقول لهم كل عام وانتوما بألف خير. الزميل إلياس هنوس من بقسم الإنتاج يهني كل العائلة والأقارب والعمال ويقول لهم عيدكم مبارك والعقبة لكل عام. زميلنا المخرج عادل محسن كذلك يهني كل عائلة محسن بقسنطينة بمناسبة عيد الأضحى وخاصة والديه العزاز. كذلك أسماء تماني من قسم الإدارة تهني كل عائلة العائلة الكريمة خاصة الوالدين. في انتهى الإهداءات في الأجزاء المقبلة إن شاء الله. مازال دوك يزيدوا يعطوا لي. مشاهدينا الآن نروحوا إلى فاصل غنائي ونعود نوليو. مرحبا بكم من جديد في هذه القاعدة فرحة عيد اللي نتقاسموا فيها فرحة العيد وحلاوة العيد مع ضيوف اللي راهم حاضرين معنا. إذا مشاهدينا نعم فيه في العيد أطباق تقليدية بنينة، وكل هذه الأطباق فيها اللي تكون ثقيلة ودسمة وخاصة تشكل خطر على كبار السن ولا اللي عندهم مرض مزمن. إذا نحن نشوفوا هذا التقرير اللي أعدته سارة قماص ونعود نوليو. يتهاتف الجزائريون مع قدوم عيد الأضحى المبارك على الاستهلاك غير المعقول لكميات اللحم والأطباق الدسمة التي يسخر بها المطبخ الجزائري، ويصر كثيرون على اعتبار عيد الأضحى مناسبة لالتهام أكبر كمية من اللحوم التي لا تزور بيوتهم إلا نادرا. أنا ما ناكلش، ما نكذبش عليك، بروميي جور نخاف سورتو دوزيام جور. أنا الغرمي شو با داكور مع الغرمي، نحب البقري ناكل ندوق شويه. شوفي ما ناكل، شوفي كاينه كي ولادي ما ناكل بزلوف ما ناكل دواره،
انا راجل ياكل بصح انا ما ناكلش دوارا بالزلوف. انا ناكلو خطره في العام دونك سي اوبليغاتوار. كي نشري العيد انا هذاك هو لو شارم تاعي تاع العيد. وكما نديرش الدواره وبوزلوف بوغ ما ماهوش العيد باسكو انا ما ناكلوش كل يوم بروميييرمون كيما قلتي على جال الصحه ديالنا باسكو اون ايفيت هادو ما توسكي حاجه تاع الكوليسترول وكاعيتك. بصح انا في العيد اللي ما يديش الدواره بوزلوف بروميي جور تبلا ربي ماهوش عيد. يقترن عيد الاضحى المبارك عاده بالمشاكل الصحيه الناجمه عن الافراط في اكل اللحوم رغم كثره التحذيرات الطبيه التي يطلقها الاطباء ومختصي التغذيه خاصه بالنسبه للاشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. أزليف ما ناكلهش. أكل سوى اللحم نورمال مشوي ولا مقلي. علاه ما تاكلش الزليف؟ باسكو ديجا العيد راه ما جاي في الصيف وشوية السخانة وهذوك الصوالح تاع الطياب وكاع شوية يجوا تقال على بنادم. الدوارة، البوزلوف والأضلاع أطباق يعشق أغلب الجزائريين تناولها في العيد متجاهلين أضرارها الصحية والتي عادة ما تنتهي بهم في مصالح الاستعجالات الطبية. السيدة المختصة في التغذية راني جاية ليك دركا، قولي لي يعني باعتبارك أخصائية في التغذية واش هي النصائح اللي المشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا وخاصة اللي ما يقدروش يتخلوا على هاد الأطباق؟ شوفي أنا ما نقدرش نقول لهم ما تاكلوش، ما تاكلوش سي دون التقاليد تاعنا. وشنو كاين شوية حوايج اللي لازم نديروها اللي يحب ياكل شوية باغ اكزومبل شوية الغلمي. كاين عنده 20% كوليسترول على كاع لي زوتر اللحوم الاخرين دونك سي كوميم اون فيون تري غراس. وشنو كاين دي بارتي كي سون موين غراس كيما الفخذ باغ اكزومبل الي ان بو موين غراس لي بلو غراس اللي فيهم بزاف الزيت والشحم سي لي زابا سيدير البوزلوف الدوارة المخ لو فوا. عندهم كيما المخ باغ اكزومبل عنده 2000 ملغرام دو كوليسترول سي بلوس كو لا دوز جورناليير لي لازم ناخذوها دونك ايماجينيفو. وشنو لو كونساي كو جو لور دون ماشي ما نقولكمش ما تاكلوش لي مريض ايفيدامون ما ياكلوش اللي عنده كوليسترول اللي عنده ديابيت هايبرتونسيون اكسيتيرا يقدر يدوق. وشنو يا دي كاين تربيه لازم نديروها باغ اكزومبل قبل ما ناكلو هذاك البوزلوف دابور يفو ناكلوه على 12 ما ناكلوهش في الليل هذه اولا. قبل ما ناكلوه ناكلو شلاده دونك اون سالاد دو كروديتي زروديا رابي ان اور دوفر مي كونسيستون هادو سي لي كروديتي كاع ناقصين الدسم ما فيهم والو دونك اون بارتي دو نوتر استوما ديجا حيكون كالي بار سيت بهاد شلاده دونك ناكلو قل لو كان ناكلوه وحده. لو كان ناكلوه وحده ناكلو بزاف منه بصح كون نديرو شلاده من قبل دونك ناكلو قل منه وناخذو معاه شويه خبز كامل فيه لي فيبر باش هذاك الزيت ما يتستوعبش في الاستوما كومبليتمون دونك هذا سي دي استوس بوكو دو ليغوم لازم ناكلو بزاف فيها الخضره باش نقصوا من هاد وقبل العيد سي سري بيان العبد يدير كاش سمانه دو ديتوكس اي مانج با ما ياكلش كاع لي بروتيين ما ياكل لا الحم لا الدجاج لا الغلمي لا والو يوجد الجسم تاعو لهذاك النهار لي فيه الحلويات اكسيتيرا. ايفيدامون العبد اللي مريض اللي ياكل اللي يحب ياكل هاد البوزلوف والدواره ما لازمش يطيبو بالزيت دابور ولا بلا مارغارين ولا بالزبده اكسيتيرا. ولازم كيما قلت لك ياكل بزاف الخضره مقبل ومعاه ولازم مور ما ياكل ما يروحش يرقد يروح يمشي شويه باش ينقص شويه في هاد كاع هاد الزيوت اكسيتيرا. يفو يكيليبغي يد وحده ما تصفق الا حبينا si on a envie de se faire plaisir il faut يكون كاع سي زاكتور باش هكداك ما يضرناش بزاف هاد الماكله. فقط حبيت نعرف انا مختصه في التغذيه طيب وزلف وبالدواره ولا لا؟ سي سي ما نحبوش نحب الدواره بزلف جيم با بوكو مي كي نديرهم نديرهم هكدا سيتادير كي ولادي تاني كيحبوا. انا وليدي لا بروميير فوا اللي داق العصبان تاع الدواره كان عنده واقيلا 8 سنين قال لي كيفاش جامي دوقتيني قال لي سي با بوسيبل ان بلا كيما هذا جامي تقتو داقو داقها داقو عندي ما باسكو انا في الدار جو ليفيت ان فيت بور لي زونفون اي تو مي ايفيدامون حاجه سي ان غو بارتيكولي وهادو في لي تراديسيون تاعنا بصح الا حبينا ناكلوه فوالا يا لا بوسيبيليتي من قبل
نديروا ان ديتوكس ومور العيد نديروا ان ديتوكس وناكلوا شويه ونمشيو نعم. ونخلطوها بالخضره. شكرا وسيله. قولي نعم. لي هل فيه هكايا دي زاستيش باش نتفاداو هذا التسم وكذا يعني كنطيبوا بوزلوف؟ كيما قالت لك توجو سوليسيون باسكو كيما قالت لك وبارك ما حاجه تشاطيني راي لا غالب خطره في العام صافي الناس الشهى يحبوا ياكلوا ما تقدريش تفيتي ما طيبيش بالزيت ولا بهذه باسكو لي بلا تاعنا لا غالب بوزلوف ودوارات قلب صح بنان كيما قالت لك ما تقدريش ما تاكليش سي با سي با ما كاينش منها صافي نقدروا نديروا دي جو ناتوريل باغ اكزومبل نديروا جو تاع القارص جو تاع بومبلوموس نديروا معاه دو لا مونت باسكو كيما نقولوا تمسح القلب نديروا دي ديسير كيما المحلبي ثاني مليح باسكو يمسح القلب كيما نقولوا هذاك لو غاي حبطوا نشربوا جو تي ما يكونش سكري بزاف ثاني مليح لو تي مور الماكله يعني ثاني مليح باش هكا يحبط السبك فقط. هل فيه استوس هكا بوزلوف زعما نطيبوهش في لاكوكوت نطيبوه في الفور ولا شويه معدن وشويه ثوم نديروا له شويه قارص اون بي مونجي يعني فوالا مفور حاجه مفوره. صافي انا في ماستر فوالا حاجه مفوره في ماستر تعلمت بهم ما ياكلوش خروف بزاف ولكن اي حاجه يشروها لحم مهما كان الدجاج يغلوه دابور يغلوه بيان كوم يفو كيف يتنحلوا كامل نحلوا كاع داك لو غرا ودوك راني نطيب هكذا ما تروحلوش البنه ما تروحلوش نو ما تروحلوش دونك انا بيرسونيلمون تعاودي تمصريه بافيك دي زيبيس بافيك دي زيبيس على هما انكليني هذاك لو بلاطو ولا حاجه تقدر شويه من تحت ويقطر كاع هذاك باسكو حاجه محمره نديرو في الفوخ في الفوخ جينيرال انكليني شويه لو بلاطو باش هكذاك الزيت هذاك يروح سور لو كوتي اي اون اورا اون فيوند ان بو موان باسكو كون فو فوي كي نغليها انا ونشوف واش كاين الفوق انا عندي عزيزتي الله يرحمها الما سي بور سا كو جو دي انايا نهار نهار اول عيد ليا عندهم الوغ حبيت ندير الشطره قلت لها خليني انا نشوط البوزلوف وندير لك الهيدوره واش دارت فيا انا جايه الهيدوره كانت فيا حاله قالت لي بون جيت تو سا ما ياكلوش شكرا لك سي كل واحد ثقافته سي سا هذه ميرسي شكرا. اذا مشاهدينا اذا قارنا ما بين زمان واليوم نصيبوا الجيل الجديد يعني يفرط في الكثير بون ماشي الكثير العادات باش ما نظلموش الجيل تاع دركا ومن بينها يعني تجفيف الهيدوره هذه صح فرطوا فيها اللي كانت قطعه من يعني الاثاث في المنزل. نروحوا نشوفوا التقرير ونعاودوا نوليو. إلى وقت ليس بالبعيد كانت شرفات العمارات تتزين بالهيدورة أو جلد الكبش وصوفه في عيد الأضحى، أما اليوم فقد أصبحت المزابل والأرصفة مقراً لها. حالياً ما عندهاش مكان، راحت خلاص الهيدورة، راحت كامل واحد سخسي أي واحد ما يهدرلكش على الهيدورة، الهيدورة راحت معاه وقتها. سي دوماج، لا غير خسارة كبيرة، باسكو ميم هادوك ميم هاد الهيدورة كانت مفيدة للبشر. بكري الهيدورة كانوا يفرشوها. يخدموا بها البرانص، يخدموا بها القشاشب، يخدموا بها اي حاجه، وما من الجلد تاعها نورمالمون يحتاجوه، دوك ولاو يطيشوها، دوك مام كي يقطعها ما يقطعهاش نورمال. الهيدوره ما احنا دوك احنا ما نرميوهاش، دوك مثلا نخبيوها دوك الهيدوره نديروا لها الملح والزيت تنشف، نشفوها، ومن بعد نطلعوها للسطح تنشف. ومن بعد تنحيها دير بها المطرح مازال انا مازالني نقعد على الصوف. الهيدوره هذيك احنا كنا نرقدوا عليها والله غنرتاحوا والله غنرتاحوا وما نسحقوش كاع الكوفردا. الهيدوره احنا موالينا كانوا يديروها باسكو على ليبوك يافي با دو ماتيير كي رومبلاس الهيدوره تاع الصوف. مي دروك كان دي ماتيير اللي يخرجوا جدد ال سون بلو ليجير بلو فاسيل ا لافي وما يرفدوش لي بتيت بات هذوك وكلش ولا علاش الهيدوره لا توندونس ا ديسبارات. جهد كبير لتنظيف وتجفيف الهيدوره جعلها تفقد مكانتها في العائله الجزائريه خاصه وان دائره اولويات ربات البيوت قد تغيرت. دو كان سا ماشي كيما نسا تاع بكري بكري نسا تاع الارياف كي جاو العاصمه جابوا معاهم هذوك التقاليد تاع الهيدوره ينحيوا لها الصوف يخدموا منها مخده زرابي. اما المراه تاع دوك تحب تشري بيتزا وتجيبها للدار وتاكل ما تطيبش العشاء راحت ما تخدمش بوزلوف. كانت خدمه تاعها صعيبه وكانت لازم دير لها الملح لازم تطلعيها للسطح لازم تستناي شهر حتى تنشف
ومن بعد تروحي تغسليها وزيدي الغسيل تاعها واعر. ودوك الوقت اللي انا فيه شكون عندها الوقت تروح تغسل الهيدوره؟ ولا وقتنا راهو غير بين ولادنا والخدمه والدار، ما لحقناش. كاش كاين مؤسسات يستغلوهم، يستغلوهم ينحوا الصوف تاعهم، ينحوا الجلد ديالهم ويخدموهم، باسكو دوك ولات ماشي خدمه تاع المراه، ولات خدمه تاع كاش مؤسسه. دوك شكون مرأة ما تقدرش، ما عندناش السطوح ونحوهن. الهيدورة بشكلها الدائري ولونها الأبيض الناصع تحفة تقليدية لطالما كانت تتربع على عرش صالونات الجلوس الجزائرية، أما اليوم فقد أصبح الاستغناء عنها أمرا يسيرا، متناسين أنها أموال ترمى في المزابل كل عيد أضحى. نشكر لويزا حمد على هذا التقرير. مشاهدينا حنايا الهيدوره راهي حاضره معنا وراهي يعني في بارتي من جزء من الديكور. مدام زياري، انت اللي جبتينا هذه الهيدورات؟ جبت هيدوره ماشي هيدوره تاع قيمتها وتاع على خاطر ما خلاص الهيدر ما ولينا ما كاش كنا بكري نديروا كوليكسيون تاع نتاع الهيادر. شكون اللي عندها الهيدوره الشابه تنتفض وتنبشم بالشعره تنبشم وتنخبط بالمطرق والدنيا وكل باش تولي كي الخفافه مواسيه وبيضه والراهي اللي واسمه. كنا نديروا لها حتى الحنه، نربطوا لها حنه باش كي تواسي تجي هكذاك بالاورانج بالواسمه بالابيض. صافي شكون اللي راح يواسي لك ولاو يجيو هذوك دي كاميون سبيسيو يلموا الهيادر في العياد ويديهم لي تانغي باش يفدو منهم. توندونس الهيدورات صح في لوروب، راهم توندونس بلي كولور وكامل. بان وي في لي ديكور راهم اون كولور، سي سينتيتيك. بون سي سينتيتيك مي يا ميم تروحي تشري. انا رحت باش نشري هيدوره هذيك تاع لافاش، سي تري تري شير. تري شير وي صح، سي لا فري با موان دو 20 مليون ولا 15 مليون، يعني راهي عندها قيمتها برك. حنا رانا نرميو في الدراهم. وي وي شكرا لكم. يعني قولي لي سيده زياري، وعلاش المراه دركا ما ولاتش تحتفظ بالهيدوره؟ علاش بكري كنا نحتفظوا بها؟ باسكو كل حاجه راهي سهله. هل الوقت ولا يجري ولا كل شويه بلي سوفيستيكي خير من هذوك الشعر اللي يبقى يطير عليها ويتوسخوا بالخف والدراري على بالك ماشي مواسيين يبقاو يلموا لها الشيء ولي زاليرجي ثاني كاين بزاف. دونك دونك حاجه راهي سوفيستيكي، علاه تروح تحيي روحها وتجيب الهيدوره؟ راهم لي ماتلا الله يبارك راكي مودرن فوالا برونشي مودرن. اي براتيك هيدوره ماشي بحاتي في الوقت اللي راه كذب عليك كذب وكاع باش ما يحتفظ كيما قالت لك عايده لي زاليرجي راهم دايرين حاله دوك تعمر لك غير ابخي هذه كي تدخل لوزين تروح لها كاع هاد الريحه يروح لها كل شيء نعاودوا نشوفوها ونقدروا نديروها ميكوم بلي كولور اكزاكتومون. انا زمان كنا نديروا لها الكافور، كانوا عندنا اراي، انا كانت عندي فايت 30 هيدوره مبشومه مسقمه وكل ودايرت لهم الكافور باش ما يطلقوش الريحه الواسمه خاطرش كي تسخن الهيدوره الجلده تاعها كي تسخن ديما ديما تكون فيها هذيك الجليده تاع الشحام ولا هكذاك دونك تعطي هذيك الريحه تاع الغمال تاع قولي لي وسيله، يعني يقولوا انه عيد الكبير عيد اللحم. وي سي فغي وليس عيد الحلويات باعتبارك يعني طباخه وكامل وراكي في هذا لو دومين. واش يبان لك في العيد الكبير؟ هل فيه طلبات كبيره على الكاطو؟ ما كاينش بزاف طلبات كبيره كما في العيد الصغير. بون كاين طلبات سورتو كيما على المهيبه كيروحوا كاين يديروا يعني كيقول لك بقلاوه مقروط اللوز كل وحده واش تحب تدي. لكن حنا في الدار يعني باش نشربوا قهوه باسكو سورتو دار العيله يجيك الضيافيتو ما تحطيش طابله كيما نقولوا فارغه، نديروا دي كاطو ساك، نديروا غريبيه، نديروا شراك مسكر، نديروا عفسه هكذا خفيفه باش نشربوا قهوه. ولكن باش كيما طلبيات كيما في العيد الصغير نو. وسورتو دوكا نقصت بزاف النساء ولاو يتبعوا يتو لي غوسيت ولاو يحبوا يديروا في الدار يعني يحبوا يسيو يحبوا يعني دو كونتر يعني الجيل تاع دوكا راهو يتبع باسكو عندهم دوكا كل شيء فوالا اكزاكتومون. يسيبيهم سورتو سكري على صالح اكزاكتومون، سيبيهم يشرو لي مول، سيبيهم تلاقى بهم انا يشرو لي ليفغ تو باش يسيو سورتو يوتيوب يعني يتبعوا بلا تكنيك بلا فوتو كل شيء يعني ماشي كيما زمان لازم حتى جارتك توري لك وترفديها بالعين. دوكا يا توس كيفو الدنيا تطورت يعني غير اللي ما تحبش دير هذا ما كان
مي دوكا تيك يا تو سكي فو غير انت لا ما حبيتيش ديري مي وشنو قلت لك نقعدوا توجور في السامبل يعني نديروا حنيونك بالسكر تاع زمان هذوك ولا نديروا تشارك في السكر تشارك عريان غريبيه كروكي دي سابلي سورتو يعني برك باش نشبحوا الطابله تاعنا ما تقعدش فارغه ونشربوا قهوه مع لا فامي سي سا تعطيك صحة. عايدة قولي لي يعني بعد مسلسل الخاوة ومملكة بوكران شاركتي مؤخرا في مسلسل تاليس. نعم هذا المسلسل اللي ما شفناهش جاز في رمضان. شوفي يستحسن عدم الكلام في هذا في هذا الموضوع لأنه للأسف بلادنا راهي مستحوذتها مافيا الإنتاج. داكوغ إليا أن سون نو منتج بعينه هو اللي راهو يخدم حبيتو حبيتو ما حبيتوش فوزيت لي بوتو فار سكو فو فولي بصح يعني يرجع يشوف يرجع نعم. يا غير هو لو يخدم معليش ربي يوفقه ان شاء نعم. الله ولكن يعاود يشوف النور ان شاء الله تاليس باسكو ريم غزالي نوجه لها تحيه ونعيد عليها ابدعت في الجزء الثاني نعم ابدع عملت ابداع بكل المعاني للاسف ضربوها للاسف واش عندك مشاريع جديده ما عنديش ولا؟ مشاريع حتى يخلصوا اعداء النجاح نهار يخلصوا أعداء النجاح لهذه الدرجة عاوي لا عانيت ما نخبيش عليك عانيت عانيت بزاف عانيت يمكن كما عانت في الله يمكن أكثر مع أنه أنا أول سنة أخذت شهرة جميلة جدا بصح ومن بعد ولاو يضربوني دونك شكرا ريستي ترانكيل مكاي نخليوها عيد أكثر شكرا لك ما نزيدش نخدم نعم خدموا أنتوما إذا مشاهدينا قبل ما نروحوا فصل غنائي هناك إهداءات على ما أظن مازال هناك هذه أنا بدوري يعني بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم بأحر تهاني وتبريكات لكل عائلة بالواضح وحارزي بكير سارة أنس ريم بكير إليان بقشادة هند ملاك نزيم وليدي محمد بكير ويارا بكير أيضا ولو بابا زوج ديالي وكذلك محمد بكير الكبير كنقول الكبير هو يعرف روحه وزوجة ديالو ياسمين كذلك عائلة قدور لينا آدم وجود بلا ما ننسى ماما وبابا وخوتي دلال تيتا ومقدم وياسين هدية إذا مشاهدينا نروح الآن إلى فاصل غنائي ونعود نوليو
مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وصحة عيدكم كذلك. سيدة زياري تفضلي، تهاني العيد للعائلة. يسلمك دابور العائلة تاع التلفزيون اللي عرفونا. شكرا لك تعيشي، شرفتينا بك انتيا واللي راهم في الكوليس لاكوي الله يبارك اللي داروه الناس مانيفيك، وكل عام وهما بخير وانتم بخير، والعائلة الزيار كامل والعائلة الزعار لا فامي بوشكير اللي هما نسباني عرايسي وليداتي وليداتي الصغار كل تو ميز تو ميزامي توت ميزامي ثاني اي لي جون كي مو كوناس. شكرا تعيشي، شكرا مدام عايده تفضلي. انا زي العاده جيش بلادي، شرفة بلادي، الجالية مسهرين على هاد البلاد الرائع وهاد الشعب الرائع. نهني الفريق الجزائري على كوب اللي جابها لنا، يعطيكم الصحة، حمرتوا لنا وجهنا، كيتوا الأعداء بالصح. وي جيراني جدد ناس تبسا وي باسكو جو فيان غير كيما رحلت تجي تخوفي دي فوازان مانيفيك. إلى كل الجالية الجزائرية الموجودة في مصر، إلى كل الجالية الجزائرية المتغربة برا اللي شاركتنا أفراحنا، يعني إن كان في المسيرات في الحراك أو في لا كوب دالجيري، لي زالجيريان أون تيتي تخي على هوتور، نو سوم أن بوبل ميرفيو. تحية الجزائر، نهني ابني أكرم ونقول له شكرا على أنك سندت أمك وقفت معاها، وإلى كل الشعب الجزائري بدون استثناء. شكرا لك عايدة، ندور لك الدكتورة تفضلي. سي تخي بوا يعطيك الصحة. لا فامي دونك الأولادي إلى نميلين نقول لهم صحة عيدكم، زوجي يدير لا فامي أمنية دونك خاوتي خواتاتي يما وبابا كي اون بلو دو 80 زون الله يبارك، الله يبارك، الله يسلمك، ربي يطولهم عمرهم يعطيهم صحتهم إن شاء الله. Et je suis émue à en parler. Et toute la famille Oumnia, Khaouti, Khouatati, la famille Dir, et tous mes amis, Hbabi, ou Gal Chab Djazairi, ou Gal Oumal Islamia, Sahaïd Koumga, Inch'Allah, il voulait aller à la prière à la fin, Inch'Allah. Inch'Allah, chukran. تفضلي وسيله. يزيد تفضلك. D'abord, نقول لكم ليكم صحايتكم، يعني نعد عليكم بالخير والهنا ان شاء الله. نقول صحايت كامل الشعب الجزائري، ونقول خاصه زوجي باسكو توجور ينبه عليا يعرضوني وننسى. اذا نقول له صوفيان بولحيه صحايتك، الولادي ثاني هشام واكرام ونجيم، مي بارون ثاني اختي وخويا اللي في الانجليز، وثاني كامل العمال اللي يخدموا معايا يعني في الفندق ثاني كاع نحييهم، خاصه واحده غير تقول لي اسيا بوراس وخوها محمد، هذو يعني ولاد الزميله تاعي. نقول لكم كامل صحايتكم والعقوبة العام الجاي إن شاء الله. تعيشوا، شكرا جيتوا تقسمتوا معنا هاد الصبيحة، يعني صبيحة العيد. ميرسي سي بارتاج، ميرسي. كوم شاكاني ترحمنا على والدينا و... الله يرحم قاعد يعطيك الصحة، شكرا. إذا مشاهدينا أنا كذلك ما بقى لي غير نشكر محلات الغنى للأكسسوارات، وكذلك سام إكستنسيون سيل، وكذلك بلازو شوز لأحذية المناسبات، نيد كرياسيون اللي لبستني اليوم، وكذلك شانيز تمون اللي مشطت لي اليوم، نيد كرياسيون كما قلت كرياسيون لي برودور. إذا مشاهدينا نشكر كل المشاهدين واللي تبعونا هاد الصبيحة، والعمال اللي راهم معانا هنايا، ويعني فضلوا نعم الفريق التقني وكامل اللي راهم معانا هنايا، نعم اللي فضلوا يعني يقسمونا فرحة العيد هنايا، وكل الأسلاك اللي راهي عاملة يوم العيد صبيحة العيد. ونقول لكم ونجدد تهانينا يعني بهذا العيد، وعيد مبارك لكل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية، وكل عام وبلدنا الجزائر بخير إن شاء الله، ينعاد علينا بالصحة ولهنا. تفضلي. نتمنى لكل مسجون إنه ربي يفك أسره إذا كان مظلوم. يا جماعة ادعوا لهم إن شاء الله يرجعوا لأهلهم، أهلهم سالمين غنيين، باسكو وراء السجون كان بزاف مظلومين. أنا جي فيو كي خدينا لا كوب دافريك، ils nous ont montré une vidéo تاع المسجونين كومون فرحوا. دونك نتمناو لكل واحد ان شاء الله يرجع سالم غانم دار. شكرا لك عايده. اذا مشاهدينا ان شاء الله ينعاد علينا بالصحه ولهنا، بقوا على خير.